أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في أول حلقة من برنامجنا من الحياة. موضوع حلقتنا النهاردة بيتكلم عن الله فين في حياتنا العملية. كتير قوي لما بنفكر في حياتنا بنلاقي نفسنا عايشين بشخصيتين، شخصية حاطين تحتها شغلنا، مستقبلنا، حياتنا، مستقبل ولادنا، فسحنا، خروجاتنا، أصحابنا، والشخصية الثانية بتظهر يوم الحد في كنيسة، ودي بيبقى شخصية الله، وبتكون أوقات يوم الحد، أوقات بنقدر يكون لنا فرصة نقرأ فيها الكتاب المقدس ونصلي في وسط الأسبوع، وعايشين بشخصيتين. ضيف حلقتنا النهاردة القسيس ماهر مقار، راعي كنيسة الإنجيلية ببسادينا. أهلا بحضرتك يا قسيس. أهلا بيك. الموضوع ده إحنا بنقع، بس قبل ما تقولي بنقع فيه، أنا عايز أبارك لك على البرنامج، وعايز أبارك للقناة على البرنامج الجديد، وربنا يبارك كل برنامج بيتعمل ويوصل فعلا برسالة لكل المشاهدين. مرسي. موضوع بنقع فيه إن إحنا بنعمله بتلقائية فظيعة، إن إحنا عايشين بشخصيتين، وكأننا في مواقف اللي تخصنا بنحط ربنا على جنب، واحنا بنبتدي احنا ناخد قراراتنا او نفكر في نفسنا، والشخصية التانية بتظهر لما بنروح الكنيسة وبنبقى محتاجين ان احنا نصلي عشان موضوع او علشان يعني وقت عبادة، او بنصلي مع مجموعة مؤمنين. هل المفروض يكون في اختلاف بين حياتنا العملية وحياتنا مع الله؟ يعني انا اشكرك على توفيقك في انك انت تبدأي برنامج زي كده بموضوع عملي قوي كده، لان هو اللي انت بتتكلمي فيه بيمس حياتنا فعلا يعني. ولو انا حبيت اجاوبك سؤال سريع وبسيط وسهل، لا ما ينفعش يكون لنا شخصيتين، خلص الحلقه. لكن انا عايز اخد اللي انت قلتيه بالظبط، ان احنا لنا شخصيتين، وعايز اتكلم على ليه وصلنا لكده. ليه انت لاحظتي وانت بتعد البرنامج انه الناس في الكنيسة ليها شكل ولغة، وبتطلع بره في حياتها ليها طريقة في التصرفات واهتمامات واصحاب وفلوس ومش عارف ايه، وكأن لينا الهين او كأننا لينا حاجتين. ليه وصلنا للمرحلة دي؟ انا يعني مش عايز ادخلك معايا في شوية متاهات لاهوتية، لكن ببساطة شديدة عايز اناقش على قضية من اخطر القضايا، وهو المفهوم اللاهوتي اللي بنعلم بيه في كنايسنا. في ثلاث نظريات، حتى اللي بيوعظوا لو مش عارفينهم هو بيمارس نظرية من النظريات التلاتة، وبيشجع شعبه وبيشجع شعب الكنيسة في الكتابات، في الكتب، في المقالات، في المحاضرات، في الوعظ، في أي حاجة. أول نظرية بتقول إن الكنيسة عالم، العلاقة مع الله ده عالم. العالم اللي احنا بنعيش فيه، المجتمع اللي بنعيش فيه، ده عالم آخر. الكنيسة يجب أن تنعزل تمام الانعزال عن العالم، ملهاش دعوة باللي يحصل في العالم. الكنيسة مجتمع، الكنيسة ملكوت، الكنيسة كيان، وعندنا من الكتاب المقدس نقدر نطلع آيات وقافلين على نفسنا. نقدر، أنا عايز أقول السند اللاهوتي، أخرجوا من وسطه، اعتزلوا، أنتم لستم من هذا العالم. آيات كتير بقى ممكن نحطها تحت هذا البند. فأنا غصب عني كواعظ، أنا غصب عني كقائد في اجتماع، غصب عني كبرامج فضائية، أنا بشجع الناس تيجي تعب العالم. العالم شرير، قد وضع في الشرير. أنت تيجي تركز مع ربنا، وما بقولوش يعمل إيه بره، عمال أشحنه أنه أنت شخص من عالم آخر، أنت من عالم الملكوت. أما هذا فقد وضع في الشرير، ده مش وطننا، إحنا لينا عالم تاني، لينا وطن تاني. برافو، أنت جبت الآيات وجبت الأفكار. دي نظرية فيها جزء من الصح، ولكن التطبيق هو المشكلة. بالظبط، لاهوتيا فيها جزء كبير صح، لكن المشكلة في التطبيق. النظرية التانية تقول لك لا، الكنيسة جزء من المجتمع، ما نقدرش نفصله. يعني ازاي؟ ما هو ماهر اللي هو انا، ما انا بشتغل وبتجوز وعندي عيال وبتفرج على التلفزيون، وانا هو اللي بصلي، وانا هو اللي بصلي، فيبقى انا ما انفصلتش. فالكنيسه جزء من المجتمع. المسيح دعانا، خلي بالك بقى من الايات، قال انتم نور العالم، انتم ملح الارض، يعني خشوا في العالم، اندمجوا في العالم. فدي بيسموها المدرسة الاندماجية، ان الكنيسة والمجتمع حاجة واحدة.
طيب. برضو للأمانة فيها جزء صح لاهوتيا صح، ولكن التطبيق هو المشكلة. بالضبط. احنا خلينا بقى جبنا أمراض المجتمع ودخلناها إلى الكنيسة. النظرية الثالثة اللي هي النظرية اللي فيها توازن، نعم الكنيسة والعالم الروحي هو ملكوت خاص، ملكوت الله، شعب اختير من الله ليكون نور وملح العالم حقيقة، له قوانين وله أفكاره، والعالم في زاوية أخرى، يعني دول حاجتين. لكن أنا علي عامل بيشبهوها إن الكنيسة زي السفينة والعالم زي البحر. السفينة مش ممكن تمشي تبقى سفينة إلا ما تشوفها وسط البحر، لكن مية البحر ما تخشش، لا ما تخشش جوه السفينة. هل نقدر نحافظ على التوازن ده ولا لا؟ أنا بقول المشكلة راجعة من هذا اللاهوت. إحنا كشرقيين أكتر، أنا بتكلم من ثقافتنا مش المجتمع اللي عايشين فيه. أنا بتكلم من الخلفية الكنسية اللي أنا متربي فيها، ميالين أكتر الفكر الصوفي، الفكر الإنعزالي، الفكر اللي هو كل ما هو من العالم فهو من الشرير. مع الوقت اتربت عندي الثقافة دي، فأنا جوه الكنيسة راجل متعبد وابن حلال وارفع إيدي في الترنيم واسجد في العبادة متعزيه وما عنديش مشكلة خالص ومخلص في اللي بعمله. أنا مخلص أروح شغلي، أنا مضطر أتعامل مع هذا العالم الشرير بس عشان أكل لا بس هو مش بيبقى إطرار، لكن في مواقف بتضطرني إن أنا أتصرف زيهم. لا لسه ما دخلتش في الحتة دي. أنا بتكلم الفكرة اللاهوتية. أيوة ده الفكرة اللي احنا واخدينها. أنا راجل لي عالم آخر، لكن في نفس الوقت أنا مضطر هتجوز، هعمل إيه؟ لازم نتجوز، ده جزء من المجتمع. فأنا بعمل المينيمم، بس أنا لي وقتي اللي بروح فيه الكنيسة. أنا صرت بفكرين حتى لغاية، يعني آسف إنه في ألفاظنا إحنا لما اجي اتكلم على حاجه، انت بتتكلم على موضوع اجتماعي ولا موضوع روحي؟ خلي بالك بالظبط، ما ده احنا اللي عملنا الفصله دي. مفيش حاجه اسمها اجتماعي وروحي. يعني البني ادم اللي جواه المسيح، اللي جواه الله، هو اللي بيتحرك هنا وبيتحرك هنا. احنا اللي صنفنا واحنا اللي قسمنا التقسيمه دي، خلقت مننا هذا الشخصيه المزدوجه اللي غصب عنها. انا بقول انا كمان، انا غصب عني، انا بعيش شخصيه مزدوجه بس غصب عني. بس يعني مش هي دي بس النقطة. يعني احنا اوقات لما بنفكر مثلا في مستقبلنا ومستقبل ولادنا وطموحاتنا، يعني حاسة ان ده ممكن يكون بيبعدنا شوية عن ربنا ولا ايه؟ انا مش عارفة. يعني لما احنا بيبقى اهتمامي بشغلي وبحط فيه وقت كتير، وده بيخليني علاقتي بربنا او الوقت اللي انا بقضيه في خلوة او في صلاة قليل، وان انا بدور على مستقبل ولادي وبجري هنا وبجري هنا علشان يبقى لهم انكم كافي او يعني فلوس كافية ان احنا نعيش بيها، كل الحاجات دي بتبعدني عن ربنا. يعني ايه بتبعدني عن ربنا؟ ما هي دي المشكلة بقى. يعني أنا عايز أحط إيدي على النقطة اللي بتتكلمي عليها. أنا لما أفكر في مستقبلي وأفكر في مستقبل عيالي، أنا النهاردة في الشغل، يبقى أنا كده بعيد عن ربنا. هنا في مشكلة كبيرة في مفهومي عن الله ومفهوم علاقتي بالله. ده في مشكلة كبيرة. هي العلاقة مع الله بالكيلو؟ يعني أنا بروح الكنيسة علشان أتنفخ شوية وعظ يا دوبك تمشيني يومين، وأول بعد أول يومين بعد يوم الحد ولا بعد يوم الجمعة ولا بعد يوم الخميس، أيا كان اجتماعك ولا أيا كان الوقت اللي بتقضيه في الكنيسة، أنت العملية بتقل بتقل بتقل، فبتضطر بتمشي مجهودك أنت. هل ده مفهومك عن ربنا؟ مفهومك عن العلاقة مع الله؟ أنا بقول للشخصية اللي أنت بتكلميني عنها اللي هي بتمثلنا كلنا دلوقتي، لا في خطأ شديد في مفهوم العلاقة مع الله ودور الله في امتلاك حياتي. يعني ايه الله ممتلك حياتي؟ يعني الله اللي بيقودني وانا بعبده هو اللي بيقودني وانا بشتغل. وانا بشتغل وانا قاعد وقت فن مع اولادي مع مراتي مع اصحابي، ان لم يكن الله هو قائد هذا الوقت، يبقى في مشكله كبيره في مفهومي عن الله. للاسف ده مش بيبقى كده. فانا انا انا حاسس احنا اللي عملنا يا جماعه دلوقتي ايه؟ ساعه لقلبك وساعه لربك. أيوة. يعني دلوقتي احنا بنفكر في المستقبل يا ماهر، ما اعرفش يوجع قلبي. ربنا ملوش دعوه بالمستقبل. لا، ربنا ليه دعوه بالمستقبل.
طيب. ربنا بيفهم في المستقبل، بيفهم في الكيمياء، بيفهم بيفهم في الطبيعه، بيفهم في كل حاجه يعني. كويس قوي. بس هو في يعني في اوقات بيبقى انا مطلوب مني وقت، يعني لازم يكون في وقت مع ربنا. يعني انا في شغلي عدد مثلا بشتغل 10 ساعات في اليوم، امتى هقعد اقرا ادرس كلمه ربنا؟ ما انا هعرف ربنا ازاي واعيشه ازاي في حياتي. بس دي زاويه تانية. وانا انا فهمت قصدك، فدي نقطه تانية. لا انا بتكلم على احساس البني ادم بانه هو مسؤول عن نفسه في الوقت اللي فيه بره الكنيسه، ان هو يخطط لمستقبله وان هو يخطط لاولاده، ان هو ينبسط وان هو يروح فسح، وانه ده وقته هو مش وقت ربنا، مش ده مش بتاع ربنا. دي نقطه، دي نقطه. لكن انت دلوقتي بتقولي لي على نقطه تانية مشكله تانية، اللي هي مشكله الوقت العمليه. ان انا لو عايز اتعبد لهذا الاله واخد وقت تركيز اتعلم من هذا الاله، انا يعني عايز اقول مش عايز اضغط على الناس، بس ومش عايز الناس تعلق في اللي انا هقوله. لانه لا ما يهمش. لانه احنا كمان خلقنا قوالب جامده علمناها للناس ازاي يقضوا وقت مع ربنا. احنا خلقنا قوالب بينا نعبدها، اللي هي الخلوه اليوميه. الله ينور عليك. اذا ما فيش خلوه يبقى انت كده فقستيني. أيوة. بمعنى احنا قلنا للناس لازم تاخد خلوه، احسن وقت للخلوه في الصبح. اذا وقتك ما اضطريت ما تعرفش خدها الصبح، حاول تاخدها اول ما يكون وقتك سامح ومركز. اذا ما خدتش الخلوه انت في خطر شديد على حياتك. ده التعليم اللي بيتقال. احساس بالذنب بقى. احنا اضطرينا كبشر غلابه، صدقت ما لقيت في هذا القالب، اذا ما خدتش خلوتي انا وقعت في علاقتي مع ربنا، ما بعملش، بهنج، ما بعملش حاجه تانية خالص. يا امل، الحياه مع الله اكبر واوسع من اي اطار ان انا احطه فريم. لو انا الفريم بتاع الخلوه ده الكوايت تايم بتاع الجمله، عشان احنا هنا في بلد بتتكلم بالانجليزيه. الكوايت تايم بستفيد منه، امين. لكن لو انت مش قادر مجرد تحققه، بس تاديه واجب او مش قادر تحققه رضاه في واقع ايقاع يومك السريع، انت مجبر يا مؤمن يلي ليك علاقه مع ربنا انك تخترع فورمات تعرف بها الله. لكن انا ما حاسبوش، انا كقائد كنيسه ولا كمعلم ولا كمنبر ولا كمسؤول روحي، ما حاسبش الشخص اخذ خلوته كم مره في الاسبوع. دي كارثه. انا حاسس ان احنا بقينا بنعمل شريعه على الناس اكتر من الفريسيين والكتبه ايام المسيح. مش كده بس، هو احساس بالتقصير ان احنا نعرف كلمه ربنا. احنا اوقات كتير مش بنعرف نرد، اوقات كتير مش بنكون دارسين الكلمه بجد، او يعني بناخدها زي كده، مش بيبقى فيه الوقت ان احنا نعرف القرينه زي ما علمتونا، ولا ان احنا نفهم بقى. بصي انا دلوقتي ما اتكلمش على الكيفيه، انا بتكلم على الاتيتيود اللي جوايا. يعني الاحساس ان احنا انت مسؤوله. ده اللي عايز اقوله لك. انت بتقولي الناس مش لاقيه وقت تاخد خلوتها ولا تصلي ولا الزمن او تدرس كلمه ربنا، أو تدرس يعني كلمة، أو تدرس مش لاقيه وقت. انا بقول لك لا، انا عملت المقدمه بتاعت الخلوه دي عشان اقول للمشاهدين اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي، انت مسؤول. يعني انت مسؤول، ما تجيبش العيب على حد. انت اللي تخترع الاوقات والطريقه والمكان اللي تعرف بيه ربنا. انت المسؤول. ممكن تصلي وانت في العربيه، ممكن تدرس الكتاب وانت في عربيتك. يعني انا عايز اقول مفيش قالب معين انا اعلمه للناس، ودي من ضمن المشاكل اللي احنا عملناها في الكنيسه. علمنا الناس قوالب، هم حاجتين مضايقني. ما تصليتم فادخل مخدعك واغلق بابك هم حاجتين فعلا علمناهم للناس. مش غلط الحاجتين، بس احنا حطيناهم شروط قاتله بالنسبه للناس. خلوتك والمسبح العائلي. يا جماعه نقول للناس، نعلم الناس اهميه العلاقه مع الله. نعلم الناس ازاي انت مسؤول عنك انت تجد الوقت. صدقوني الناس هتعرف ربنا وهتقرب من ربنا وهتقرا الكتاب وهتدرسه بقى بالطريقه اللي انت عايز تتكلمي بيها. لكن انا عايز حجه الوقت مش هي الحجة المقنعة. هي حجة الوقت لو أنا معايا برنامج، يعني مثلا ماهر من الساعة 6 للساعة 7 هتاخد خلوتك، من 7 ل 8 هتقعد مع الأولاد، من 8 ل 9 أنت هتتعشى، من 9 ل 10 مش عارف هتعمل إيه، فأنا الوقت سحب مني خلاص، البرنامج السكادول بتاعي وقع. هنا يبقى أنا عندي عذر. لكن لا، هو مش سكادول. أنا ممكن أقعد مع ربنا 16 ساعة أنا صاحي فيهم، وأتعلم ال 16 ساعة
ازاي يا ماهر وانا بشتغل وانت بتشتغل ازاي وانت بتقرا وانت بتكتب تقرير وانت بتسوق وانت بتتكلم مع مراتك وانت بتربي اولادك يا جماعه هو ده الله شريك حقيقي في حياتنا احنا نعيشه الله متداخل في تفاصيل حياتنا لكن انا اقعد انب نفسي يوم ما انا اقعد ريلاكس بتفرج على فيلم خلي بالكم اللي بقوله دلوقتي انا عارفه انها هترجم دلوقتي أيوة. انا قلت لك قبل الحلقه انا هخبط جامد خبط على يهمك او ان قاعد بتفرج على حاجه احس يا مش كنت اخد خلوتي دلوقتي ايوه احساس بالذنب بقى وعايشين ليه احساس بالذنب ليه ده معناه انك انت 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 حطيت ربنا في 25 دقيقه اللي بتاخد فيهم الخلوه اسف انت الله قاعد معاك دلوقتي إذا ما كنتش بتفكر وتتعلم وتستفيد من علاقتك بالله وانت بتعمل كل حاجة خلوتك ملهاش لازم طيب حلو قوي الكلام ده ما تزعليش مني بس لا مش زعلانة منك لك بس أنا يعني هدخلك في موضوع تاني لسه في كلام كتير بينا مع كوني أني مؤمنة ومفروض أن أنا أعيش حياة الطاعة والخضوع والتسامح ده يخليني ما اتكلمش عن نفسي أو زي ما بيقول في الكتاب المقدس طيعوا رؤساءكم لو مديري ظلمني أو جه عليا قوي مش مفروض أن أنا أدافع عن نفسي أو مش مفروض أن أنا أعترض يعني إيه المفروض في ظل تعليم ربنا ليا تحديدا على فكرة أطيعوا رؤساءكم أو الطاعة والخضوع أخضعوا للرؤساء أجيبها لك من الآخر بقى أو كمان نقطة أن أنا تواضع فأقدم غيري عني فدي يبقى عمري ما هترقى طيب. يعني عمري ما هيبقى لي مكان في الشغل ولا عارف أتكلم عن نفسي ده فهم خاطئ لآيات الكتاب المقدس أيوة. أو بمعنى أصح تطبيق خاطئ لآيات الكتاب المقدس في تعليم المسيح عموماً سواء بتكلم عن التواضع بتكلم عن الخضوع بتكلم عن مقدمين بعضكم بعضا في تعليم بولس الرسول في كل التعليم الكتابية مش معناها ان البني آدم المسيحي اللي ليه علاقة مع الله لله في حياته انه يعيش الناس فوقيه على طول الوقت وانه مضطر اصله قال لي اعمل كده مدير ده مديري والكتاب بيقول كده لا انت لو عملت كده هتبقى حابب لكن واضح من تعليم المسيح ومن حياة المسيح ومن بولس الرسول تعليم بولس الرسول وتطبيقات بولس الرسول انه لا بولس الرسول نفاجأ انه وقف قدام بطرس وبيقول له انت ملوم انت مرائي ايه القوه دي يا بولس وحين بطرس ده واحد انت لسه قايل قبله على طول قبل الجمله دي لما قال له انت مرائي قال له انت واحد من اعمده الكنيسه بولس بيعتبر بطرس واحد من أعمدة الكنيسة ومن تقول له أنت رأيت عملت حاجة غلط شوف القوة ده يا بطرس يا بولس عيب ده المسيح قال لنا قدموا بعضكم بعضا ما تزعلش القادة لا هو الموضوع مش كده في الله جوايا في القيم الكتابية اللي أراها بتدخل حياتي أنا لو مديري بيقول لي اكدب وأنا جبت آية عشان أوافق كلام مديري هعمل إيه؟ لا سوري أنت بتضحك على نفسك طب معنى كده هخسر شغلي وهخسر مستقبلي وهخسر حاجات كتيرة قوي برضو في مواقف بتضطريني أن أنا أعمل زيهم أمل أنت عمالة تدخليني بقى في قضايا كتير وبعدين بتزعلي مني في الآخر اصبري عليا عشان بصي لو أنا جبنا أوضة ضلمة وحطينا فيها لمبه تنور وانت داخله الاوضه الضلمه قبل ما تنوري اللمبه بتشعري بانه مش شايف حاجه خالص ساعات كتير في الاوضه ناس تجيب بطاريه كده صغيره وكافيه طب لو جبنا لمبه اكبر شويه لمبه كهربائيه اكبر شويه تحس انك مستريحه طب لو مالينا السقف خلي بالك من اللي هقوله السقف لمض في الاوضه الضلمه هيبقى نور زياده هتتضايقي ايوه خدت بالك هتتضايقي من الضلمه وتخيل من الضلمة. احنا بقى بنعمل ايه بتقولي لي ما انا كده هخسر شغلي لو انا كل شويه هقعد اتكلم واقول له انت غلطان وانت مش عارف ايه هخسر شغلي ما تبقاش نور فج ما تبقاش نور غلس المسيح دعانا ان نكون نور مش انت ماشي حاطط الكتاب المقدس سيف على رقبه الناس حاطط كده المدير
الرب بيقول لك انك انت غلطان. طيب اتصرف ازاي؟ يعني ما انا عايزه حاجه عمليه بقى. انا ما عنديش غير نموذج في ذهني بيتحداني. اوكي. نموذج اتنين في الكتاب المقدس، كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. الاتنين دولت مع بعض طلعوا رحله يتجسسوا ارض اللي الرب وعد بها شعبه في العهد القديم. راحوا ضمن 12 واحد، هم كانوا اتنين ومعاهم 10، كل واحد منهم رئيس سبط. راحوا الاتنين يتجسسوا الارض، كالب ابن يفنة ويشوع ابن نون. لما تجسسوا الارض رجعوا يقولوا اللي شافوه. لما رجعوا موسى بيسالهم شفتوا ايه؟ 10 قالوا احنا لو اتحركنا من هنا هنموت. الارض كويسه وكل حاجه عام وتفيض لبن وعسل، بس ما نقدرش لان حواليها ناس هياكلونا. الاثنين دول قالوا ان اللي حوالينا اقوياء ولكن نحن قادرون على امتلاكها. الرب شهد على الاثنين دول وقال ان الاثنين دول قالوا الصواب. والاثنين دول هم اللي هيمتلكوا الارض دون عن باقي كل الناس. يعني يرفض ان هو يكذب. استني بس، لسه ما جتلكيش انا كل القضيه دي ما جتلكيش. اوكي. والرب راح كلم موسى وقال له يا موسى عبد كالب هو اللي قال الصواب لانه اتبعني تماما. خلي بالك من التعبير ده، كالب ابن يفنة لم يذكر اسمه في الكتاب المقدس الا 4 مرات. وفي الاربع مرات اللي ذكر اسمه فيها جه وراها على طول لانه اتبع الرب تماما. مش ده اللي انت عايزاه؟ عايزاه نتبع الرب تماما ونكون في شغلنا نتبع الرب. لما بقى ده مش اللي انا عايزاه، اللي ربنا عايزه مننا كمان. ده اللي بتساليني فيه او اللي بسالك فيه. لما بقى عدت الايام 45 سنه بعد الحادثه دي كل الناس ماتوا ما عدا يشوع وكالب. حتى موسى مات ومحدش يعرف وعد الرب الكالب الا يشوع. يشوع امتلك اخذ قياده الشعب وامتلك الارض وبدا يقسم الارض على الناس. ونسي مين؟ نسي كالب. بعد 45 سنه يجي كالب بقى يطالب بحقه. مش انت عايزين نطالب بحقه؟ راح لان يشوع هو القائد، مش كالب القائد، يشوع القائد. وراح قال له موقف في يشوع اصحاح 6 وعدد 14، اسف اصحاح 14 وعدد 6. من اروع ما يكون. فتقدم كالب ابن يفنة الى يشوع في الجلجال. تقدم معناه انه مشي الخطوات الاداريه الصح. عايز تشتكي، عايز تتذمر، عايز تعترض، امشي الخطوات الاداريه الصح. انت مش حامل سيفك، مش انت الصح الوحيد اللي في العالم. مش انت الوحيد الامين، لا، في امناء كتير، خلي بالك. بس انت ازاي تعبر؟ ازاي مش الخطوات. بعد كده راح وصل قائد القبيله، وصله مش عارف لمين، وصله لمين، لغايه ما وصلوه ليشوع. فراح قال له تذكر الكلام الذي تكلم به الرب حين ارسلني لاتجسس الارض وقلت بكلام عامه في قلبي، لاني اتبعت الرب الهي تماما فقد كفاني الرب. اعطني الارض التي لي، اعطني هذا الجبل. احنا يكون عندنا الايمان ده. يعني تخيلي معايا لو انا تعاملت في شغلي بهذا الطريق. انا مليان بالله، اتبعت الرب الهي تماما، انا مش دوري هو بيبقى خوف عشان يا ماهر، بيبقى خوف على برضو مصلحتي، على شغلي، على مستقبلي، على مستقبل بيتي. يعني في اوقات هي بيبقى خوف. اخت امل، انا محتاج ان اصمت ويبقى ده صح، محتاج ان اكتب مذكره ممكن يبقى ده صح، ومحتاج ان اواجه الشخص يبقى ده صح، ومحتاج ان انا اسيب المكان وده برضه صح، ومحتاج حبه ايمان. ما هو اللي بيحركني ايه؟ تبعيت لله. ايمان ثقه في ان ربنا، ما دام انا ماشيه صح ثقه ان ربنا هيكون معايا. لكن مش انه انا صح فانا اطيح في اللي قدامي بكل الطرق الممكنه. لا، في طرق شرعيه تقدر تعبر بيها عن زعلك، عن غضبك، عن خطا الاخرين، لكن مش دائما انت حامل لواء الامانه والشرف تحس انك انت صح على طول. وتاكد ان العالم عمر الحياه ما كانت عادله. يعني ياما شفنا ناس امنا وشرفاء ويتبعون الله بكل قلبهم ومتبهدلين. هو طبعا الحياه مش عادله. لا لا، انا عايزه يعني قبل ما نطلع فاصل هقول لك السؤال ده. يعني
احنا برضو مطلوب مننا خضوع وتسامح وتواضع وخنوع والكلام ده كله، بس الناس اللي حوالينا بتفهموا، بيفهموه ازاي؟ بيفهموه ضعف وقلة حيلة، وبنبقى يعني من لطمك على خدك الايمن حول له الاخر ايضا، فالحكاية بتبقى ايه بقى؟ لا احنا مالطاش رايحين وجايين بقى، يعني بتوصل لكده، لا دول سلبيين، دول ضعفة، دول مش هيقدروا يعملوا حاجة، وده اللي حاصل. يعني ربنا عايزني اتصرف ازاي او اعيش المبادئ دي ازاي؟ بعد الفصل ولا لا انت هتجاوبني وبعد كده نطلع علقتيني، انا فكرت في فاصل فقلت هستريح شويه. انا برضو بشوف المسيح عاش المبادئ دي ازاي. المسيح لما هو بيعلم التعاليم دي، وخصوصا الآية الشهيرة اللي بتتحدانا اللي انت ذكرتيها يا أمل، من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا، المسيح نفسه اللي هو علمها لنا ما عاشهاش، ما طبقهاش. طب احنا ده المفروض يسترعى انتباهنا، طب ليه المسيح ما عملش كده؟ هل غلط ندم ولا احنا اللي فهمنا غلط؟ او قالها ليه؟ هو قالها ليه؟ يعني هو دبس نفسه مثلا؟ لا الموضوع مش كده خالص، يعني واضح ان الآية دي ليها معنى، والمسيح كان عايز يوصل لنا معنى، واحنا فهمنا معنى تاني خالص، وهو طبق المعنى ده. المسيح لما اتضرب على خده وقت المحاكمة اللي قال ايه؟ قال له لماذا تلطمني؟ ان كنت قد فعلت رديء فاشهد علي، وان كنت لم افعل شيئا فلماذا تلطمني؟ ايه القوة دي؟ ده هو بقى متهم بانه بيدعي ان هو ملك اسرائيل، انه مسبب ازمه في الجليل، وكان بيعمل مشكله سياسيه، وبيقول على نفسه ابن الله، شغلانه. يعني المسيح كان في موقف ضعف شديد، انت كمان جاي يعني هتفرد عضلاتك علينا وتتكلم بكلمات زي كده؟ فالمسيح عايز يقول مش كونك تعيش المبادئ دي، انا عايز افسر من لطمك على خدك الايمن. أيوة. بس خليها على جنب دلوقتي. مش كونك تعيش المبادئ دي معناه انك انت انسان خانع ولا حول ولا قوه لك، وضعيف ومكسور الجناح، لا. بس دي نظره الناس لينا، نظره الناس. ما هو الناس عمرها ما هتفهمنا. لو انا بقى قعدت اعتبر ان كل حاجه الناس اصل هيفهموني ان انا ضعيف، هيركبوني زياده، هيدوني على قفايا زياده، بس هو ده اللي حاصل. لا. يعني خضوعنا وتواضعنا او المبادئ المسيحيه اللي عايشين بيها هي دي اللي مخليانا بيجي علينا وبنتظلم. انا هتحداكي ان دي الان هيتصل بينا ناس ويقولوا ان احنا عشنا صح بقيم محبه وتسامح للاخر، ولقينا ردود فعل غير عاديه. اللي بيقول ان انا اخاف اعيش المبادئ دي لانه الناس بتفهمني غلط وهتركب، هو بيعيشها غلط، بيطبقها غلط. بيطبقها بخوف، مش بيطبقها زي ما انت قلت بتعبير بالإيمان. مش بيطبقها بقوة، مش بيطبقها وهو أقوى من اللي قدامه. مين الأقوى؟ اللي بيسامح ولا اللي بياخد حقه بإيده؟ مين الأقوى في الموقف؟ وده اللي كان عايز يقوله المسيح في ملاطمك على خدك الأمام، بيقول خليك أنت القوي، خليك انت الراكب الموقف. المسيح اساسا لما بيقول التعبير ده من لطمك على خدك الايمن، ما ينفعش اخدها كده. انا لازم اقرا كل الجزء اللي جت فيه عشان افهم المعنى كله. القرينه بقى، سمعت منه قيل عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر. ايوه هو ده المطلوب. ما صعدش الشر، ما عملش حوار مع الشر، ما قاومش الشر بالشر. لا تقاوم الشر، حجم الشر. هيكون عندك القوة تحجم الشر. راح ضرب ثلاث نماذج، ثلاث أمثلة. من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا. من أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك اترك له الرداء أيضا. من سخرك ميل اذهب معه ميلين. دول ثلاث تطبيقات على فكرة لا تقاوم الشر. لكن المسيح ما قالش من لطمك على خدك كآية منفصلة وحدها كتعليم قائم بذاته، لكنه ثلاث تطبيقات. يعني المسيح لو حب يقول لنا النهارده سمعت منه قيل عين بعين وسن بسن، اما انا فاقول لكم لا تقاوموا الشر. ايه النماذج اللي هيحطها المسيح؟ انا افكر بالطريقه دي. ازاي النهارده لا اقاوم الشر؟ ازاي النهارده احجم الشر؟ واحد قدامي طالع بطبنجه، يعني احنا بنسمع دلوقتي عن حاجات كتير في الشوارع، وخصوصا الايام دي في مصر مهددين، طلع بطبنجه
هقول له من فضلك هات لي الطبنجه الثانيه واضربني. انا طلع الطبنجه. طيب لا هو مش طبيعي ان امشي بطبنجه. لا طبعا. لكن ازاي اعبر عن مقاومتي؟ يعني انا سمعت عن حادثه طبعا ملهاش علاقه بدين هذا الشخص، لكن انا بتكلم على فكره الاستسلام الغريب. طلع عليه مجموعه من البلطجيه، هو ومراته وبناته، قالوا له يا موت بناتك يا تدينا مراتك. وانت تمشي بره الموضوع خالص. واذا ما مشيتش هنذبح مراتك قدامك او هنذبح بنتك قدامك. موقف من ابشع ما يكون. ايوه انا ما اعرفش. سمعت ان الراجل مشي وسابهم كلهم. سابهم ومشي. سمعت. انا بقول ده تطبيق خطا. انا ما اعرفش الراجل ده على فكره يعرف التعليم دي ولا لا، ما اعرفش يعني. بس يعني حتى لو ان انا بقى ده اصعب موقف في الدنيا. ايوه بس هيضحي ببناته ولا هيضحي بمراته؟ انا اساليني انا هعمل ايه؟ ما هو انا هضحي يعني بينا كلنا. طيب مش همشي. اوكي هضحي بينا كلنا. انا ساعات احنا بنعمل كده، نفتكر ان المسيح قال لما لطمك على خدك الايمن خلاص طبنجة هعمل معاها ايه؟ لا. انا لاخر نفس هقاوم حارب. انا مش جوايا شر، انا مش جوايا بدايه عداء. انا بس عايز ارجع للثلاث تطبيقات تاني بس. يعني انه هاخد النموذج الثالث، مش هاخد من لطمك على خدك الايمن، اللي هو من سخرك ميلا امشي معه ميلا. ايه علاقة الشر؟ ازاي لا اقاوم الشر في الموضوع ده؟ من حق الجند الروماني اللي كان محتل اليهود في الوقت ده انه يسخر اي شخص يهودي يحمل له اي حاجة من اغراض الجند الروماني لمسافة ميل. ده من حقه. القانون اللي موجود، قانون الاحتلال بيقول كده. مش من حق اليهودي يعترض. كويس؟ المسيح بيقول ايه؟ لو جه سخرك ميل خد الحاجه وامشي الميل. لكن مش تقول له خلاص انت تسيبني، بيقول له امشي معاه ميل تاني بارادتك انت. احسن ما يقول له هو. مين اللي هيتكسف على دمه؟ مين الاقوى في هذا الموقف؟ هو الجند الروماني. ده اللي عايز يقوله المسيح. العبد اللي مش ممكن، مش من حق سيده يضربه بظهر ايده. مش من حق سيده يعني يضربه ضربة عادية. يعني أنا ليه بقولك كده؟ أنا لو قمت لطشتك ألم دلوقتي آسف ما أقصدش. هضربك على خدك الشمال. ركزي كده. إيدي هي هضربك على خدك الشمال. عشان أضربك على خدك اليمين هضربك بظهر إيدي. العبد من حقه يعترض على إنه يضرب بظهر ايد السيد. يا دهل. واخد بالك؟ فلما تيجي العبد يتضرب بظهر الايد اللي مش من حق السيد يعمل كده، فالعبد يقول له اضربني الالم الصح، اضربني. مين اللي اتكسف؟ مين اللي حجم الشر؟ المسيح بيكلمنا ايه الوسائل اللي بيها نحجم الشر؟ ان احنا نقدم محبه، نقدم تسامح بنحرجهم. بالظبط بالظبط كده. لكن انا كمان احجم الشر بكل الوسائل بكل الوسائل الممكنه. لكن مش فكره ان انا ابادر بالشر ومش ابادر بالطبنجه ومش ابادر بطول اللسان. ده مش من طبعنا، مش من طباع الله اللي فينا، مش طباع المسيح اللي يمتلكني. طيب هو الموضوع كبير ولسه هنكمل. بس أعزائي المشاهدين نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ربي جعلني أشبه ابنك يسوع واجعل إلهي ملكه بين الطلوع. املأني من فيض السلام واروني حتى أصير في سلوكك يسوع. ربي جعلني أشبه ابنك يسوع. ربي جعلني مثله في ذي الحياة، عبدا مطيعا باذلا حتى دماء، مستسلما لكل أمر خاضعا حتى الصليب، معلنا حب الإله
رب اجعلني اسعى في سفارتي ليلا نهارا اطلب لامتي لا يملكني الياس او اي فشل لكن بفيض الشكر ارجو طلبتي رب اجعلني قناة الكرمة. هلو، في قناة الكرمة بتوصلنا آلاف المكالمات كل شهر، ومع كل مكالمة تليفون ممكن تتغير حياة شخص أو عائلة. بدعمك لقناة الكرمة تكون بركة لنا ولآخرين. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ورجعنا أعزائي المشاهدين وهنكمل موضوعنا عن الله فين في حياتنا العملية أو من حياتنا العملية. كنا بنتكلم يا ماهر قبل الفاصل عن الخضوع والخنوع والتواضع والتسامح. بس أنا أول ما ابتديت شغلي أو أول ما ابتديت أشتغل بعد ما اتخرجت، حياتك العملية، حياتي العملية وأنا لسه كده مش فاهمة حاجة، اتقالت لي جمل مش ممكن أنساها: بلاش الطيبة وحسن النية اللي أنت فيهم. يعني معنى الجملة دي إيه؟ إن أنا المفروض أكون خبيثة عشان أفهم الناس اللي حواليا، أو عشان أنا أعرف يعني أشتغل وابتدي بقى حياتي العملية وأنجح فيها؟ ما فهمتش يعني، بس قدرت أكمل. طبعا كلمات قاسية جدا إن واحد يسمعها، إنه يطلب منه إنه يعيش بخبز ويعيش بلقم ويعمل مكايد للآخرين. ده في شركات وفي أماكن علشان تقدري توصلي لازم تدبري مكايد للي فوقيكي علشان تقدري توصلي. للأسف لو أنت سمعت النصايح دي وعملت بيها تبقى في مشكلة كبيرة في علاقتك بربنا، يبقى هنا الله مش في حياتك. لكن مش معنى وجود الله في حياتك أنك تعيشي، آسف في التعبير، بعبط بسذاجة. لا، الواحد لازم يبقى ناصح وعارف مصادر الشر فين. طب معلش بقى، يقدر يميز الإنسان. أيوة، بس النصاحة دي أنا ليه مش بتوقع حسن النية؟ ما هو عدم يعني الطيبة دي إن أنا بتوقع حسن النية في اللي قدامي. معنى كلامك أو معنى اللي تقال لي إن أنا لا، بلاش أتوقع حسن النية من الشخص اللي قدامي. لا، أنا بقول العكس، نتوقع حسن النية إلى أن يثبت عكس ذلك. لكن اللي بيتقال لك افترض في الناس كلهم سوء النية إلى أن يثبت عكس ذلك. أنا بقول العكس تماما. يعني اللي أنا بنادي بيه أنه البني آدم ما يكونش ساذج. أنا بتعامل معاكي ببساطة بحسن نية وبحكي لك أخباري في الشغل ومش عارف إيه. لما ألاقي رد فعلك أنا لازم ده يديني علامة استفهام، يديني خط أحمر. إيه ده؟ هي أمل من النوع ده؟ بل أنا لو استسلمت بقى وبدأت أقول لا 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 مش ممكن مش ممكن، يبقى أنت هنا في مرحلة سذاجة. لكن أنك تبقي واعية إزاي تتعاملي بعد كده، إيه اللي تقوليه وإيه اللي ما تقولهوش، إيه اللي تعرفوه لبعضكم ما تعرفوش لبعضكم، الحاجات دي هي دي النصح. لكن مش مطلوب إن عشان أبقى مسيحي إن يبقى ساذج إلى الدرجة اللي فيها زي اللي وقع اللي عدى القطر عليه 10 مرات. يعني إنه هي الحتة محتاجة حكمة يعني. بالضبط، يعني وده المسيح دعانا لكده: كونوا حكماء كالحيات، بسطاء كالحمامة. يعني إمتى أقرأ الواقع؟ إمتى أشوف مصادر الشر وكيف أتعامل معها؟ وإمتى أتنازل؟ بس وأنا بادي بحسن النية. المسيح في إنجيل لوقا إصحاح 16 مثل من أهم الأمثال، وبقول من أهم الأمثال لأنه من أصعب الأمثال في التفسير، اللي هو مثل وكيل الظلم. في عدد 8
آية اللي هي مشكلة التفسير، يعني هي مشكلة التفسير في المثل ده في عدد 8، إن السيد مدح وكيل الظلم إذ بحكمة انفعل. وبعد كده المسيح بيعلق على المثل. طبعا مين السيد هنا؟ دي مشكلة المثل، مش عايز أخش في تفسير. لكن أنا اللي واضح أو إن كلمات المسيح إن المسيح مدح حكمة وقال إنه أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. يعني المسيح عايزنا نكون حكماء زي الرجل الشرير ده، بس ما نعملش شر. يعني نكون عندنا نفس الفطنة دي. الترنيمة اللي كنا بنسمعها في الفاصل دلوقتي، اجعلني أشبه ابنك يسوع. أنا عايز أكون شبه يسوع. بنيجي نعمل إيه بقى؟ ما هو دي من ضمن الأخطاء اللي بنقع فيها. أسمع تعليم بقى على المنبر يقول يعني يسوع لو كان مكاننا النهاردة عشان أشبه ابن يسوع كان هيروح سينما؟ يسوع لو مكاننا النهاردة كان هيقول الجملة دي؟ ده سذاجة في التطبيق. مش دي القضية. ما بنعرفش. أنا إجابتي ما أعرفش. ظروف يسوع تختلف عن ظروف النهاردة، لكن أنا أقلد يسوع، أنا أشبه يسوع في مبادئه، كيف تعامل في قيمه، ازاي طبقها في المجتمع اللي كان بيعيش فيه. ما انا لو اخدت الموضوع ده، طب ما يسوع كان بيقعد مع الزواني. ده يديني حق ان انا النهارده اروح بيوت زواني واقعد بقى معاهم. طيب ده كلام حلو قوي، وخليني اسالك سؤال. يعني انا بحط نفسي مكان لو حد واحد بيشتغل في صاله قمار، ازاي يعيش تعليم المسيح في صاله القمار في وسط مجتمع فاسد؟ معلش. يعني. انا محتاج اسال عشرات الاسئله عشان اعرف الحاله دي. انت كده بتجيبي لي حاله عمليه قوي ولها كتير من التفاصيل. وانا مش عايز احول البرنامج ولا احول القنوات الفضائيه الى قعده فتاوي، هل يجوز او لا يجوز. لا انا مش عايزه لا يجوز، بس اعمل كده. لو انا حطيت نفسي او حطيت نفسك مكان الشخص ده، انا عايز اتصرف ازاي؟ طبعا انت جبت الاكستريم، انه عايزه تقولي لي قد كده مكان فيه شر. بالظبط ده اللي عايز تقوليه. طب انا هقول لك حاجه تانية اصعب. هو الا يوجد شر جوه الكنيسه؟ الا يوجد شر في المستشفيات؟ الا يوجد شر في البنوك؟ الا يوجد، فاهمه قصدي؟ انا مش عايزه اتعامل بالمكان. مش عايزه اتعامل بالشكل، عايزه اتعامل انا مين. لو الظروف اضطرتني ان انا اشتغل، يعني انا في واحد صديق ليا احترمته بشده، ولد بالفاظنا بمصطلحاتنا بنطلق عليه مؤمن، ليه علاقه بربنا، بيحب يسوع فعلا. هذا الشخص اضطرته الظروف انه ياتي من قريه في صعيد مصر ويشتغل في شرم الشيخ في فندق من فنادق شرم الشيخ. وكان مبسوط قوي. يعني هو كان عندنا في دار الكتاب المقدس، بيشتغل في دار الكتاب المقدس. ركزي معايا بقى في الجمله. أيوة. ده اللي انت بتحلمي بيه، ده بيشتغل في صاله قمار وده بيشتغل في دار الكتاب المقدس. وفجاه جاله عرض انه يروح يشتغل في فندق في شرم الشيخ، ساب دار الكتاب وراح شرم الشيخ. يتصل بينا، هو مبسوط جدا 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 بالدخل اللي بيخش له، اضعاف ما كان يدخل ليه، واستريح جدا ماديا. هي ما كملش سنه، يعني على 10 شهور 11 شهر اتصل بينا وعايز ارجع الدار. المهم رجع الدار. فانا بساله ليه رجعت؟ راح قال لي اللي انت قلتيه، الشر حواليا صعب، مش قادر اشتغل. مش عارف اللي بيلبسوا بيكيني وينزلوا البسين، انا شاب ومش قادر اتعامل مع حاجه زي كده. بالليل السهرات بتاعتهم اللي بيشربوه وبيسهروا بيه سياح، يعني فيعيش الجو ده يا يجري. فهو بيقول لي انا ما قدرتش اتاقلم ان انا اكون مسيحي في هذا الجو. لكن عشان كده بقول هي ترجع للشخص. لو الشخص قادر يعيش مسيحيته ايا كان فين، حتى في وسط جهنم هيعيش مسيحي. يعني انا مش عايز اتلكك واقول له انا غصب عني انا بعمل الشر علشان انا في وسط شرير. سوري، الشر موجود، محيط بينا بالخطيه، محيط بينا بسهوله. فما فيش مكان ما فيهوش شر، بس الشر بياخد اشكال مختلفه. الشر ممكن يجي في سكرتيرتك،
يعني وانت قاعد في مكان مكيف ما فيهوش حد، ما بتقابلش غير واحده. والشر ممكن يجي لك بيجي في الفكره والشر ممكن يجي لك في صوره صديق خادم معاك في الكنيسه، خادم معاك في الكنيسه. وممكن ما يجيلكش شر لانك انت متمسك بالله وبتحب ربنا وانت شغال في صاله قمار. فمن فضلك مش عايزين نضع اعذار للناس انها تعيش ببساطه بعيده عن المسيح لمكان شغلها. لكن لو ظروف شغلك اضطرتك تشتغل في حد في وسط عالم سينمائي، ممثل، مخرج، انت بتضاعف قدرتك اللي هي جواك. ده اللي انا عايزه اوصله. انت يعني انت المكان مش هيخليك أكتر. مش هو اللي هيخليك تبعد عن ربنا، لكن هيبقى مقاومه الشر، هيبقى قوه الاراده المفروض انها تكون اقوى، لكن مش حاجه هتغضب ربنا. لا ما دام مش بيعمل حاجه غلط مش حاجه هتغضب. يعني ايه تغضب ربنا؟ انت ممكن تغضب ربنا وانت قاعد في خلوتك. يعني انا مش عايز ارتبط بمكان، ودي الاعذار اللي احنا حطيناها للناس. يا ابني انت غصب عنك هتعمل ايه؟ انا بشوف لا، انت القضيه في الانسان، في المسيح اللي جواك. ان كنت شايف المحيط اللي بيك صعب قوي والخطيه بقى ملعلطه حواليك، ده يتطلب منك يا اما تقول للخطيه زي ما عمل يوسف، لا انا ههرب لاني مش قادر اقاوم، او ده يزداد القوة ويزداد التمسك بالرب لأنه ده شغلك وأكل عيشك وتعمله بأمانة وإخلاص. وإذا لقيت حاجة غلط أنت كدورك كمسيح وكدورك كمؤمن إزاي تقاومها، لكن ما يديكش حق أنك تقول إن يندفع مع التيار وده مجال شغلي، أو أن أقول هعمل إيه بقى، سامحني يا رب في الحتة دي، أو خليني وقت الشغل شغل ووقت يعني ما زي يعني ما زي البداية اللي بدأنا. أمثلة كمان أن اللي حوالينا، يعني كان شخص بيقول اللي حواليا بيدخنوا فأنا اضطريت أن أنا أشرب سجاير زي اللي حواليا. ف يعني بيبقى ضعف إنسان مش فكرة بس اللي حوالي. طيب انا عايزه بس اسالك، احنا بنشوف حياتنا العمليه بنظره مختلفه عن الله؟ حياتنا العمليه على الارض، او بنشوف حياتنا على الارض بكل تفاصيلها بنظره مختلفه عن نظره الله للحياه دي؟ انا يعني ما انا مش قادر اجزم، يعني ارد على السؤال ده ولا لا، ان احنا عندنا نظره مختلفه عن نظره الله للحياه، او مش قادر اعرف اللي جواكي قوي في السؤال ده. لكن انا عايز اقولها بطريقه تانية، وصححي لي او سري انك تساليني لو انا جاوبتك بطريقه خطا. يعني انا شايف ان الحياه المسيحيه ليست ديانه، هي حياه، هي حياه. والمسيح وهو بيعلمنا في كلمته وهو في حياته على الارض، هو ما حطلناش قوانين عشان نحقق مطالب ديانه. يعني فاهم عايز اوصل لايه؟ المسيح ما كانش بيكلمنا تعمل ايه في الموقف الفلاني، طب ده موقف الشغل، طيب موقف الجيران، صفحه لعب الكوره، صفحه الاكل. الكتاب المقدس مش كده، الحياه دي حياه مسيحيه يملكها الله، يقودها الروح القدس. هو ده اللي انا عايزه، يقودها الروح القدس. فما اقدرش اقول ان في نظرتين لوجهات الحياه، يعني او المفروض مش ما تكونش نظرتنا مختلفه عن نظره الله لنفس لحياتنا. بالظبط، لو ده يعني اللي انت فهمتيني، لو ده سؤالك. لكن انا بشوف ان احنا استسهلنا قوي يا امل نطلع من الكتاب المقدس ايه الصح وايه الغلط، ايه المسموح وايه المش مسموح، عشان نعمله ما يقعدش نزعله ونوجع قلبنا. ده صحيح، احنا حولناها لكده. فبقى اصبح لينا احنا لدرجه ان احنا نقول ايه، على فكره اللي ينزل البحر ده بيزعل ربنا، كان انت عندك يعني خلقت لنفسك طبيعه حياه، والمسيح والله ليهم حياه تانية. يا حبيبي لا، مفيش صح وغلط كده، مفيش، الحياه مش مسطره كده. الحياه اوسع واكبر، الله بيقود حياتك وكل تعاليمه في الكتاب المقدس عشان ازاي نعيش معاه، مش علشان ازاي نعيش في العالم. ناكل بايدينا الشمال ولا بايدينا اليمين، نلبس الدبله في الشمال ولا نلبسها في اليمين، مش التفاصيل دي. طيب في قبل ما اقول لك على
حاجة تانية أو تساؤل جوايا، بفكر أعزائي المشاهدين أن إحنا ممكن دلوقتي نستقبل مكالماتكم والتليفونات هتلاقوها على الشاشة قدامكم. لو عشنا حياتنا بمفهوم الله أو بتعاليم ربنا في الكتاب المقدس ووصاياه، إمتى هحقق طموحاتي؟ أو أنا شايفة أن ده يتعارض مع أنا يعني تكوين شخصيتي عن حياتي عن مستقبلي عن بيتي عن طموحاتي. يعني أنا فاهم يعني أو إن أنا أنت ما أنت برضو كده رجعتيني لنفس النقطة. لا مش رجعتك، بس هي الفكرة يعني هعيش اليوم بيوم ومش هفكر في المستقبل. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم. ده ينفع في الزمن اللي احنا عايشين فيه ولا تهتموا بالغد؟ الغد يهتم بما نفسه. فده ينفع في الزمن اللي احنا عايشين فيه دلوقتي؟ ما هو برضو يا أمل معلش راجع لقصور في التطبيق لبعض الآيات والإحساس بالذنب لو فكرت في أي حاجة غير ربنا. يعني انت بتتكلمي، انا مش بنادي باللي هقوله وعايزكم تفهم. يعني اتمنى ان كنتوا تكونوا فاهميني. ضميرنا يوجعنا جدا لو ما صليناش قبل الاكل. لازم. ضميرنا يوجعنا قوي لو ما بدأناش اجتماع مثلا، اي اجتماع كده، طب ما تيجي نصلي. لو ما عملناش كده نحس ان احنا بنعمل حاجه غلط. انا مش بقول الحاجات دي غلط، نصلي قبل الاكل ونصلي قبل الاجتماع، مش بقول عشان بقول ان اتمنى الناس تفهمني صح، بس ما يبقاش تقليد وخلاص. احنا حطينا لانفسنا شويه حاجات. انا لو فكرت وحوشت فلوس يبقى انا مش بفكر في ربنا. يعني احنا اللي اخترعنا كده. المسيح هو بيقول انه خبزنا كفافنا، بيتكلم على طبعا كلمه كفافنا دي في ترجمتها ايوه. يعني انا اتمنى اي دارس لاهوت يخش معانا على الهواء ويقول لي ايه معناها. ليها اربع معاني. يعني ليها اربع معاني تحتمل اربع والاربعه مختلفين عن بعض. مع ذلك بس انا هركنها على جنب، لكن هاخد المعنى البسيط اللي احنا بنقوله. أيوة. عشان ما اقعدش ادخل الناس في متاهات لاهوتيه. خبزنا كفافنا، المسيح عايز يقول انه ما يكونش قلبك انك انت تكنز، ما يكونش قلبك على، ما يكونش كنزك هناك في شويه فلوس في فيلا في مستقبلك. مش هو ده كنزك. هي دي المشكله. قلب، اين قلبك؟ مش المشكله انت بتعمل ايه. يعني 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 المسيح هو بيقول ما تهتموش ببكره، ما يقصدش انه انت ما تفكرش في بكره، ما يقصدش انك انت ما تعولش هم بكره. انت تعيش، خطط صح، لكن مش لدرجة انك انت تعيش على خطتك، انك كل انا احط، مش لدرجة ان انا احط كمان ربنا على جنب، لا دي بتاعتي انا. لكن انا بفكر في مستقبل عيالي، وبفكر بختار لهم المدرسة النهاردة علشان عارف المدرسة دي هتفرق في مستقبلهم الوظيفي، ومستقبلهم الوظيفي انا بفكر معاهم لكده. لكن كل ده الله معايا. كل ده انا بفكر في الله، مش بحطه كده كاسم، لكن انا بقدم اولادي لله، بقدم مستقبلي في ايد ربنا. واذا كل الامور دي انهارت، قلبي ما انهارش، علاقتي مع ربنا ما انهارتش. لكن المسيح بيحذرنا من ان انا اعول الهم، انا اكون قائد نفسي بكره. فالتفكير في المستقبل يجوز. يجوز. وانا بفكر في الله، لان الله شريك في تفاصيل حياتي. الله مش بعيد. الله مش في علبة بتاعة الأوض المغلقة بتاعة الاجتماعات. الله شريك يومي في تفاصيل حياتي. الله مش الأول ويجي بعد كده الوظيفة، وتيجي بعد كده مراتي، وتيجي بعد كده عيالي، ولا أيا كان الترتيب. لكن الله الكل. هو الكل. هو في وظيفتي، وهو في حياتي الزوجية، وهو في تربية أولادي، في فلوسي، في مستقبلي. الله في كل ده. أنا اللي فصلت ربنا. فأنا قاعد أقول لو أنا دلوقتي خططت وشلت قرشين من مرتبي لبكرة، لا قرشين إيه؟ سنتين، عشان بتكلم بلغتنا، لبكرة، يبقى أنا كده مش بفكر في ربنا. لو أنا دخلت في مشروع يبقى أنا، لكن لو دخلت في مشروع يا حبيبي وإنت آسف في التعبير سلكت كل الطرق الغير إيمانية ولهاش دعوة بقيم ربنا، أنت كده بعيد عن ربنا. ده صحيح. هي دي الخطوره. ايوه.
طيب احنا معانا مداخله عريان، استاذ عريان من مصر. الو، بحييكم باسم المسيح. اهلا بحضرتك. اهلا بيك وبشكركم لاجل الحلقه الرائعه جدا. اهلا بيك. شيء رائع، ربنا يبارككم لاجل بتنور الحلقه بشكل رائع جدا. وتذكرت واخويا وهو بيتكلم هل الشخص ممكن لما يكون في ظروف صعبه او في شغل صعب هل ده يخليه يعني يقع في خطيه؟ تذكرت على طول يوسف الصديق رغم كان جبنا سيرته وكان في ظروف صعبه جدا لكن كان شايف ربنا، وده اهم شيء في الموضوع كله، ان انا شايف قدامي شايف الله في حياتي دايما باستمرار. اشكرك. اسمحوا لي ان انا طبعا تعرفين بكره يوم الغضب. سامعين. اتفضل اتفضل. يا رب انا بشكرك لانك اله تستحق كل المجد. يا رب انا بشكرك لانك انت علمتنا لا تهتموا بشيء بل في كل شيء بالصلاة والدعام على الشكر. يا رب في نفوس كتيرة جدا شفتها النهاردة في مصر يا رب خايفة من يوم الجمعة ده يا رب يسوع، لكن رب. انت علمتنا قلت لا تخف لا تخف لا تخف، وعدك لكل شخص يا رب يسوع. انا بصلي لاجل المسلمين، لاجل الاخوان، لاجل السلفين، بصلي لاجل الكل لانك انت بتحب الكل. انت ما بتفرقش بين شخص وشخص لانك انت قلت كده، كلمتك بتقول كده، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. انا بشكرك لانك محبتك لكل كل الناس يا رب يسوع. يا رب ارجوك لا تسمح ان ابليس يبعت رسائل تخويف للناس ويبقى في اسم يسوع، في اسم يسوع ينزل الشوارع حتى تجيب اكلها او شربها يا رب. لكن يا رب انا بشكرك لانك ان كان الله معنا فمن علينا. يا رب في اسم المسيح، في اسم المسيح لا تسمح ان ابليس يعطي روح الخوف، لانك انت يا رب بتعطي روح القوه، لا تعطي روح الفشل بل روح القوه والمحبه والنصر. انا بشكرك يا رب لانك ليه احنا انت معانا، وما دمت انت معانا مفيش حد يقدر علينا يا رب. احفظ يا رب شعبك كله يا رب يسوع، احفظ كل الاحزاب، احفظ كل اللي رايحين يتظاهروا، احفظ يا رب اللي مش رايحين، احفظ بلادنا مصر يا رب يسوع. احنا محتاجين لك انت وحدك يا رب، لانك انت اللي في يدك السلطان يا رب يسوع. ارجوك ارجوك يا رب الايام دي محتاجينك انت يا رب يسوع. يا رب احنا بنشكرك لان القديسه العذراء مريم ظهرت يا رب في شهر في 2009 في شهر 11، وده كان اعلان ان كانت بتحضن الصليب لانك انت قربت تيجي، لان مكتوب كده نهايه كل شيء قد اقترب فتعكروا واسحوا الصلوات. يا رب باسم المسيح احمينا يا رب يسوع، احمينا، احمي كل شعبك اللي بيتفرج علينا دلوقتي يا رب يسوع، كل شخص يا رب ان كان بيتالم او في مشكله او امر صعب في حياته يا رب يسوع، انت بتطمنه من خلال الشاشه دلوقتي يا رب يسوع، وبتقول ها انا معكم كل الايام، مش يوم ولا اثنين ولا شهر، كل الايام يا رب. انا بشكرك أمين. لا بتستجيب في اسم يسوع دي كل المجد. امين. علينا انا تقولت عليك. انا بشكرك يا اخ عريان، وربنا يباركك وربنا معاك ويرتب كل خل مصر بكره، وان شاء الله بكره تفرح وتلاقي اخبار كويسه. امين. طيب كنت عايزة أسألك، علشان أوصل للحياة الأبدية وأقدر أعيش مع الله في السماء لازم أعيش الحياة الأبدية من على الأرض وأعيش مع الله على الأرض. برضو المعادلة صعبة في الظروف اللي حصلة وفي الزمن الصعب جدا جدا، ومحاربات إبليس بتيجي من نواحي مختلفة، من ظلم، من قتل، من إحساسك بالمرارة، إزاي أعيش مع الله على الأرض في ظل الظروف دي؟ المسيح نفسه قال لنا أنه في العالم سيكون لكم ضيق. إحنا لازم نكون واقعيين، إحنا بنفتكر لما بنقبل المسيح ونعيش مع المسيح أن الحياة بتبقى وردية. بنفتكر أن الطريق إلى الحياة الأبدية طريق مفروش بالورود، لكن ما أضيق الباب، ما أقرب الطريق. يعني هيقول أكتر من كده إيه المسيح؟ في العالم سيكون لكم ضيق. واضح أن المسيح لم يوعدنا بحياة على الأرض، حياة مريحة بلا متاعب. اللي انت قلتيه انا اكتئبت منه، ضيق وخوف وقتل ورعب، كل المسميات دي. انا عايز اقولك في اكتر. وفي ناس، مش يمكن احنا جبنا سيره مصر والاخ عريان لما عمل مداخله حكى لنا عن مصر، مصر فيها وفيها رعب وفيها بلطجه والمؤمنين هيعملوا ايه؟ في ناس ما عندهمش الرعب ولا البلطجه ولا الكلام ده، بس عندهم زلازل، عندهم براكين. وفي ناس ما عندهمش لا زلازل ولا براكين، بس عندهم صقيع
مش عارفين يعيشوا، مش عارفين يتكلموا مع بعض. يعني عايز أقول لك المتاعب والمشاكل بمختلف أشكالها هي طبيعة حياتنا على الأرض. المفروض نكون مهيئين أو نكون مستعدين لحاجة زي كده، إنك أنت تضع قلبك إن كل حياتك إنك أنت لأنك تبع ربنا فأنت هتعيش مستريح، تبقى أنت مؤمن أناني فاهم الدنيا غلط. هو ما هتعيش مع ربنا هتبقى ناجح في حياتك، هتبقى متفوق، هيبقى في شغل كويس. طيب يعني انا في ناس بتقول كده، لا وده مظبوط كمان. انا بأيد هذا الكلام. لكن عندي سؤال لك، الا يوجد ناجحين غير المؤمنين؟ لا في كتير. طبعا في. الا يوجد اغنياء ومستريحين ماديا غير المؤمنين؟ في كتير. مش كده؟ اذا مش لكوني يا رب انا ابنك خليني بقى المشروع ينجح، وخلي يا رب فلوس تكتر، وخلي الشر يبعد عني، والدنيا تبقى حلوة كده وفي جو بس جميل. بس برضو أوقات الفشل بنقول أصل دايماً المؤمن مجرب، فده ربنا سامح بكده. برضو دي ألفاظ احنا اخترعناها. آسف في التعبير، أنا عارف النهاردة في ناس كتير زعلت مني وهعتذر لكم في نهاية الحلقة. زعلت منك. بس أنا صريح زيادة عن اللزوم وواقعي. لا دي ألفاظ احنا اخترعناها، انه لما بفشل يبقى ربنا عايز كده. ليه ما قلتش ان انا اخترت اختيار خطأ وابدأ تاني بداية جديدة، وافكر اشوف ايه اسباب الفشل وابدأ مشروع بطريقة تانية وانا مع ربنا برضو. النجاح اللي الله عايزهولي نجاح في العلاقة معاه، النجاح اللي ربنا عايزهولي ان ننجح احقق مبادئه وقيمه، احقق مبادئه وقيمه، بس كمان يكون في تفكير وفي عقل شغال، مش ابقى متواكل. ما هو ده انا عايز حيطه اتكل عليها. اذا انا جه واحد دخل شقتي وسرق كل حاجه اقول هعمل ايه؟ ما هو جه لا، في 100 طريقه تحمي بيها نفسك، في 100 طريقه تنجح بيها في المشروع. يمكن انت اساسا مش بتاع مشاريع، ما تشوف سكه ثانيه. يمكن سكتك مذاكره تنجح في المذاكره، يمكن انت سكتك مش مذاكره، سكتك في المشاريع وهكذا. يعني انا عايز انا اختار صح وافكر بطريقه صح وتاكد ان الله بيقودني. الله يعني مش اناني، احنا انانيين. يعني احنا مفكرين انه ايه اللي كنا ابناء الله كل ما تمتد اليها ايدينا ينجح. مش الرب كان مع يوسف فكان رجلا ناجحا. شوف بقى استغلال الايات. استغلال الايات. طب يوسف، يعني احنا لو فكرنا في حياه يوسف، يوسف عمل ايه؟ يوسف ده كل النجاح اللي كان فيه بسبب انه نجح في اختبار علاقته مع الله. رفض الخطيه كمان. بالظبط. وقال مش كيف انتصر على الخطيه، قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. النجاح في العلاقة، الله يمطر على الأشرار والأبرار. الله يشرق شمسه على الصالحين والطالحين. يعني الله عنده خير طبيعي لكل الناس. أنت دورك يا مؤمن أنك أنت تفكر كويس، تبذل مجهود، والله شريك في كل حاجة. انجح في علاقتك مع الله. طيب ومعنا مداخلة تانية، أمجد من مصر. ألو. أيوة الو استاذ امجد. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بيك. ايوه ببارك لكم على البرنامج الجميل. شكرا. اهلا بيك يا امجد. بشكر الاسيس ماهر جدا علشان دايما بيفتح عينينا على موضوع التطبيق للايات الكتاب المقدس، مش مجرد بس ان احنا ناخد النصوص. شكرا. بس حبيت اعرف رايه في موضوع هل انه بيتفق معايا انه الكنيسه في مصر والقيادات المسيحيه كان ليهم دور في تشكيل الشخصية المسيحية في مصر؟ يعني أنا بشوف أن الشخصية المسيحية في مصر ما هيش في أحسن حال، ويمكن ما فيش أي مشاركة سياسية وما فيش أي مشاركة اجتماعية، وده بنشوفه لما بيكون في بعض المعترضين أو المعتصمين المسيحيين اللي بيطالبوا بحقوقهم. بنشوف إخواتنا المسلمين منزعجين جدا ومستغربين جدا ان المسيحيين بيطالبوا بحقوقهم او عايز يكون ليهم دور. فهل هل حضرتك شايف انه الكنيسه كان ليها دور في تشكيل الشخصيه بحيث انها تكون بعيده جدا عن الواقع وعن الحياه؟
أنا يا أخ وإيه دور القيادات الدينية في المرحلة الجاية إذا كنت بتتفق معي؟ أحب أسمع. أنا يعني نفسي تبقى أنت جنبي دلوقتي لأنه أشكرك على مداخلتك، وأنا أشكر المداخلات اللي من مصر. شكراً. عارف دلوقتي ده في الفجر في مصر دلوقتي الفجر. فربنا يبارككم. إحنا الكلام ده كنا بنتكلم فيه في الأول. أخ أمجد، أنا أحب أقول لك إجابة مباشرة واضحة، أنا أتفق معاك في كل جملة أنت قلتها. الكنيسة سبب، وده أول كلمة قلتها أول ما بدأت مدام أمل سألتني، قلت لها كده على طول، الكنيسة سبب، علمتنا غلط، شكلتنا غلط. إحنا فعلا عندنا مشكلة كبيرة إنه إزاي عقليتنا تشكلت بطريقة بين قوسين روحانية مش روحية. إحنا روحنا الأمور وفصلنا الكنيسة بعيد عن المجتمع، عملنا مجتمع روحاني مش مجتمع روحي. في فرق كبير جدا بين الجملتين في العربي على الأقل عندي أنا. فأنا أشكرك على مداخلتك وكلامك صح. أما أنا إيه يعني توقعي أو انتظاراتي من دور الكنيسة الأيام اللي جاية، ما أقدرش أقول ولا حاجة، لأنه أنا كل اللي أعمله بصلي وأنا مكاني هنا، وربنا مع الكنيسة أنها تعيد حساباتها ويحصل نهضة حقيقية في الكنيسة ويدي حكمة للرؤساء يعيدوا تقييم الموقف ويعيد السنين كلها اللي احنا اتربينا فيها خطأ. ربنا يدي حكمة للكنيسة. أمين. وأنا فعلا دي صلاتي، لكن ما عنديش أي نصيحة لأني فعلا ما أعرفش. أمين. وانت ذكرت حاجة، معيش أمل، أنا أحب أعلق عليها من فضلك. تفضل. حاجة في منتهى الخطورة. نتيجة تعليم الكنيسة، احنا النهاردة بنصرخ ونطالب بحقنا في مصر. عايزين إلغاء المادة التانية في الدستور، عايزين بنى كنايس، عايزين مش عارف ايه. بس انا كمان انا لازم اطالب بحق الآخر. انا اطالب بالعدالة، اطالب بالحرية، اطالب بحقوق الانسان عمتاً. لكن انا يوم ما اعترض واظاهر كمسيحي اطالب بحقي انا، انت اناني. دي انانية. بس احنا يا ماهر يعني عشنا في وقت بسلبية وبنقول ان دي وصية ربنا لينا ان احنا نحب كل الناس، وان يعني فهمني احنا طبقنا الطريقة غلط. يعني احنا انا عارف ان في مشاكل كتير والامور متداخله في بعضها وانا متلخبط. يعني انا مش حاسين انا قاعد في التكييف دلوقتي وعمال اتكلم، لا فعلا انا متلخبط، انا عندي صراع جوايا. وتمنيت للامانه ان انا اكون في مصر وقت الثوره، تمنيت من كل قلبي، عشان انا عايز اعبر عن الصرخه اللي جوايا كمسيحي في وسط مجتمع اسلامي. كنت اعمل ايه؟ اللي انا بقوله ده كنت عايز اعمله. يعني ما كنتش انا مش قاعد اقول شعارات، لكن للاسف الظروف ما بتخدمش كل اللي بفكر فيه. طيب احنا معانا مداخله تانية، الاستاذه امجاد من كاليفورنيا. الو امجاد اسكندر. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. ازيك احلاشير؟ اهلا بيك، ربنا يخليك. اهلا وسهلا. انا مبسوطه قوي. اهلا يا امل حبيبتي. اهلا يا طنط امجاد، ازي حضرتك؟ ربنا يخليك، ميرسي على مداخلتك. اهلا بيك. انا كنت بصلي لكم جامد قبل ربنا يبارك. وانا شايفه ان الرب فعلا بيتمجد. كنت هسالك ربنا استجاب ولا لا؟ اوريدي فعلا. بس انا عندي تعليق صغير على بدايه لما ابتديتوا القعدة. كانت أمل بتتكلم عن إن الواحد بيعيش بشخصيتين، يوم الحد حاجة والأيام التانية حاجة. حابة أقول لك يا أمل، بصي المسيحية هي حياة، هي حياة إحنا بنعيشها. يعني المسيحي المؤمن اللي بيعيش المسيحية أو اللي بيعيش الحياة المسيحية، أول ما يصحى من النوم يقول له احفظني يا الله لاني عليك توكلت. دي من مزمور 16:1. يقول له كده، احفظني يا الله لاني عليك توكلت. يبتدي يومه بكده ويعيش يومه بقى. في امثال بيقول لك ايه كلمه الرب، اذا ذهبتي تهديكي، اذا رحتي شغلك تهديكي، اذا نمتي تحرسك، اذا استيقظتي فهي تحدثك. بعد كده اجي انام بالليل اقول له يا رب بسلامة استرجع، بل ايضا انام لانك يا رب منفردا في طمانينه تسكنني، واطالبه بالايات بتاعته، ساكن في ستر العلي في ظل القديس يا بيه. اقول له شمالك تحت راسي ويمينك تعانقني. انام وحاسه ان الرب، ملك الرب حواليا. اصحى من النوم اقول له يا رب استيقظت وانا بعد معك. وهكذا اليوم يبتدي تاني، يحفظني كل حياتي تبقى مع الرب.
أعيش وأنا أمين. بشخصيتي الحقيقة المسيحية هي كده. أمين يا رب. صح. وربنا يدينا نعمة أن احنا نقدر نعيش الحياة ده، وده اللي احنا بنوصله للناس، أن احنا مش مفروض نفصل حياتنا العملية وتفكيرنا في ذواتنا بعيد عن حياتنا مع ربنا، لكن يكون الله هو الملك، هو المسيطر على كل شيء في حياتنا. شكرا ليكي. شكرا ليكي، وربنا يباركك يا طنط أمجاد. ربنا يبارك، واستمر الصلاة من أجلنا حتى لو ما فيش حلقة. أيوة. شكرا لحبيبتي. شكرا ليكي. طيب نرجع تاني، عايزة أقول لك إزاي أكون مميزة وعلى صورة الله وشبهه في عالم برضو بعيد أو بخطوات عملية جدا، ويكون عندي القوة اللي أنا أقدر واثقة من اللي أنا بعمله، إن أقدر أعيش بالحياة دي واثقة من الخطوات أو من الحياة اللي أنا عايشاها، الله اللي أنا عايشة على شبهه. برضو أمل هرجع وأقول لك مفيش روشتة هكتبها فنعيش كويس. يعني لو أنا عملت كده بأنا بحط قوالب برضو تانية، لكن هي مبادئ عامة إحنا لازم نفكر فيها، إزاي في الآخر إحنا نقرب من شبه يسوع، وإزاي نعيش قيمه ومبادئه في وسط عالم مضطرب وعالم مزعج وكده. أول مبدأ لازم أدرك صعوبة طبيعة الحياة اللي أنا داخل عليها، سواء في الحياة مع ربنا أو في حياتي العملية. الاتنين العملية صعبة جدا مش سهل. يعني أنت كده جبتي كلمة في النص، القرينة ومش عارف إيه. كيف تقرأ الكتاب؟ كيف تتعرف على قيم الله؟ كيف تتعرف على شبه المسيح من خلال كلمة ربنا؟ بتعمل إيه؟ عايز ازاي تعيش وسط مجتمع مضطرب وانت ابعد ما يكون، نعرف الله بقى بالظبط، وانت ابعد ما يكون عن هذا الاله. لازم تعرف ان طبيعه العلاقه اللي انت دخلت فيها طبيعه جاده جدا، مش اقول صعبه، جاده جدا، تاخد الموضوع بجد، تعيش للمسيح حقيقي. صلاتك انت بتدور عليها زي ما كنت بقول في البدايه، ما تقعدش تقول لي اصل وقت الخلوه طار مني. عندك 16 ساعه خلوه في اليوم انت تتصرف. وقت الكتاب، اصل مش لاقي كتب اقراها، اصل بقرا مش بفهم، اصل لا يا حبيبي. لم تكن كلمه الله اهي، كلمه الله دي تغير قيمي ومبادئي، ان لم تكن كلمه الله هي المعمل اللي بيعيد تشكيل حياتي، انا مش عارف اعيش وسط المجتمع ده. يبقى انا هعيش بشخصيتين. يبقى انا هعيش لانه انا 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 لازم اخد الموضوع بجد. ده مبدا انا مش هتنازل عنه، وما اعتقدش ان حد من اللي بيسمعنا النهارده او بيشوفنا دلوقتي يرضى باقل من كده. صراعك اليومي عشان تعرف ربنا وعشان تكبر، جديتك في البناء علاقه يوميه مع الله، مش تيجي تقول لي وقت خلوه. خلوه ايه اللي بتتكلم عليها؟ انت عندك 24 ساعه المفروض تاخدهم خلوه. يعني اهتمامك. انت لو انت كل قضيتك انك تقرا الكتاب المقدس وتنام، مش بنتقدم خطوة. لو كل قضيتك انك تحفظ ايتين ثلاثة كل يوم وبس، هي انا هنحافظ ده انا بلهج بكلمه ربنا. ما هي دي النقطه اللي انا قلت لك، في ظل ضغوط الحياه والجري جري جري، ازاي ما انا عايز اعرف الله، اعرفه من خلال كلمته وادرس كلمته. يعني المقدس. عشان بس ما اخدكيش، انا بتكلم على الكيف ومش بتكلم على الكم. بالظبط، وانا عايزه اوصل للكيف. ما الكيف ده بياخد وقت. أنا, انا 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 بشوف الكيف، ازاي بتجود من وقتك. ازاي العشر دقايق اللي بتقضيهم في تركيز مع كلمة ربنا بمثابة ساعة. يعني بمثابة ساعة، ازاي انا اجود من الوقت؟ انا يا جماعة انا سوري، مش عايز اضع المسؤولية على الاسوس ولا الكهنة، ولا عايز اضع المسؤولية على الكاتف اللي عايز يشفي ربنا. عشان انا عايز اريح نفسي. لا طبعا مش عشان قسيس، لكن انا بقول احنا لازم ناخد الموضوع بجد. يا امل بنروح الكنيسة، تعالي بص في صلاتنا وترنمنا، يا رب اعمل لي، يا رب باركني، ويا رب عزيني، ويا رب توبني، ويا رب مش عارف ايه. انت مش عايز تعمل حاجة خالص. عايز ربنا يعمل كل حاجة، كل حاجة. باركني، انت تجيب لي الفلوس، وانت تحل لي المشكلة، وانت تربي لي عيالي، وانت تأكلني، وانت ايه انت الروح القدس. الروح القدس
يعمل أكتر مما تتخيل، لكن لازم يشوف الدوافع. إن كنت عايزة روشتة إزاي أعيش شبه الله في وسط مجتمع مضطرب، أنا بقول مبدأ مهم، إن كنت كان ليك علاقة مع ربنا خد الموضوع بجد، تسلح بهذا الأمر. وعلى نفس النهج لازم تعرف أن الحياة لازم معلومة، كلمة عالمين هذا دايما بولس يقولها، احسبوا. فكرة المعرفة وفكرة الحساب وفكرة الإدراك مهمة أوي في المسيحية، تدرك أن طبيعة الحياة العملية في وسط مجتمع صعب، صعبة صعبة، مفيش اختيار سهل، مفيش اختيار سهل. مش أنت هتختار ما بين تخدم ربنا بالترنيم ولا تخدم ربنا بالتمثيل، لا، ده أنت كل مواقفك مواقف عنيفة، اختيار ما بين يعني بتختار الضوء، الضوء الشعاع وسط ظلام جامد. لكن الحياة مش سهلة، الحياة يعني أنا يعني مش عايز أوعد الناس بأنه الحياة وردية، لا، هي مش وردية، بس ربنا يدينا قوة وحكمة نعرف نعيش الحياة دي بكلمته. ودي من ضمن الحاجات اللي أنا مبدأ، من ضمن المبادئ المهمة، تأكد أن الروح القدس يقودك في كل موقف لو أنت خاضع ليه، تأكد أنه المسيح لما قال أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر، هو مش بيهزر، بس هو يلاقي الإدراك ده عندي، ويلاقي القوة إن أنا عايز أعيش للمسيح وأقرأ كلمته وأركع قدام ركبي، على ركبي قدام المسيح عشان أعرفه أكتر. طيب في مداخلة، ابن الرب من كاليفورنيا، أهلا بيك. ألو ألو، أهلا بحضرتك. أهلا أخت أمل والأسيس، حضرت الأسيس. أهلا بحضرتك، كلامكم كويس ورائع. شكرا شكرا لحضرتك. الكلمة هي اللي بتغير فعلا شخصية الإنسان، ده صح. وكانت كنيستنا محتاجة لنوع من الصياغة، يعني زي ما أنتوا قلتوا الفرق بين كلمة الروحاني وكلمة الروحي، ده شيء رائع جدا. أشكرك. لكن أنا كنت عايز أقول كلمة الحقيقة، معلش ممكن أقول حاجة مغيرة. تفضل حضرتك. تفضل. سمعت حضرة الأسيس بيقول إن إحنا نبقى أنانيين لما بنطالب بحقوقنا بس. طبعاً لو طالبنا بحقوقنا بس نبقى أنانيين، لكن لما يكون مداس علينا بالجزم، مداس علينا، معلش في اللفظ ده، لا أنا عارف، أنا حاسس بيك، جزم من ناس تانية، واخد بالك؟ ولما تكون بناتنا بتتخطف، ولما نكون بنهجر من بيوتنا وبتتحرق، واخد بال حضرتك؟ هل أنا أستطيع إن أنا أنفذ كلمة الكتاب؟ لو حد خبط عليا، وانا طبعا اخ مؤمن من زمان قوي، يعني انا مش، انا عندي 60 سنه واعرف في الايمان من طفولتي، ربنا يبارك، اتربيت في بيت مسيح، ربنا يبارك. خبط عليا دلوقتي الباب من السلفيين ومعاه مسدس، لو حد خبط عليا الباب من السلفيين وعاوز ياخد بنتي وعاوز ياخد مراتي، واخد بالك؟ هقول له اهلا وسهلا، ما ربنا قال لنا ايه، حول خدك الايمن وخدك الايسر وكده، يعني ايه، وديه خد الايمن يضربني وكده، واقول له اتفضل. طبعا دي امل، ده هي امل اللي قالت كده، وانا قلت عكس كده، انا قلت زيك. امل اللي قالت كده. سمعت حضرتك بتقول ان احنا نبقى انانيين، احنا مش انانيين، احنا متداس علينا بالجزم. بس انت سمعتها في قرينه اخرى، ما تاخدش ادنى الحقوق. ليه كده نظلم نفسنا بالشكل ده؟ لا، موافقك موافق حضرتك، نظلم نفسنا بالشكل ده، هرد عليك، نظلم نفسنا. شكرا لحضرتك، ده صحيح. شكرا لحضرتك، وربنا يبارك، شكرا لمداخلتك. ومبدئيا انا قلت ان انا حاسس، احنا دوسنا على الوتر الحساس، الجو صعب قوي في مصر. انا بقول ان قاعد في التكييف وعمال اتكلم براحتي، لكن ايدي مش في النار زي الناس اللي هناك، انا دي معترف بيها. لكن انا قلت انه كمان انا مش موافق على فكره حول له الاخر ايضا بمعنى التنازل وما دافعش عن نفسي وكده، لكن انا بتكلم على فكره الانانيه، دي واحده من ضمن اعاده الصياغه في التعبير عن حقوقنا، ان احنا نتكلم كوطن، نتكلم كبلد. طبعا النهارده الامور اختلطت على بعض جدا يا امل، الاوراق اختلفت، الديانه بقى، يعني بقينا منبوذين بمعنى صح، وهو عنده بالزبط. بعض الشيء، فدلوقتي انا بقول كلام يعني شكله عائل في وسط جو مضطرب، المنظومه فيها حاجه غلط، لكن انا بتكلم على المبدا ومش غير المبدا. احنا لازم، لو انا مسيحي اتربيت صح وبنادي صح من الاول، انا بنادي بحقوق كل المظلومين، مش بنادي بس بحقي انا.
يعني هو ده المطلوب. لكن انا عارف انه دلوقتي احنا في خانه يك، احنا اتزنقنا مش عارفين نعمل ايه، يعني مش عارفين نحمي نفسنا، وفي نفس الوقت مش عارف اطلب، ولو طلبت يقول عليك انك انت اناني، يعني لان الاوراق اختلطت على بعضها، فالمنظومه فيها حاجه غلط يعني كلها على بعض. لكن انا حاسس بانه اخويا اللي اتكلم ليه حق انك انت تبقى عصبي قوي في الموقف ده. ايوه يعني ربنا معاهم ويديهم برضو حكمه، لان هي الفكره برضو لما احساس بظلم للاقليه، فهم اقليه، ف يعني مش عارفه موقف صعب. يعني خليني اكون جريء، والناس اللي عايشين في كاليفورنيا هنا يمكن يفاجئوا بالجمله دي. هم عارفين ان بعض من المسلمين هناك، فئه من المسلمين، يقولوا ان هم مضطهدين في بلدهم في مصر. انا طبعا انا مش عارفه احنا مفاجئ بكده ولا لا. وتعالوا نفكر فيها بحق، لان هم المجموعه اللي هي بتعمل ارهاب اساسا، هي معترضه على حاجات كتيره قوي في الاسلام وفي المسيح. انا بقول في اختلاط شديد في الاوراق، لكن انا اصلي انه اي مسيح النهارده عايز يصلي من اجل مصر اسمحوا لي ان اقول هذا الكلام عشان نبدا صح. ما تصليش يا رب احمي عيلتي اللي في مصر، ما تصليش يا رب احمي المؤمنين في مصر، ما تصليش يا رب احمي الكنيسه في مصر، لكن صلي احمي يا رب مصر. امين بمسلمينها ومسيحيينها. بالظبط. يعني سواء اردنا او لم نرد، ده الاتجاه المفروض يبقى جوانا. اسف ان انا بقول هذا الكلام، عكس كده بيبقى احنا انانيين. هي دي الجمله الانانيه اللي طلعت مني. ده صحيح. طيب عايزه اعرف بقى يا اسيس ماهر، الله عايزني اعيش ازاي؟ يعني اوقات كتير بكون عايزه اعيش تعليم المسيح ومن غير، يعني مش من غير، لكن ببقى عايزه اعيش الكلمه بالظبط، لكن قدام الخساره وقدام رد فعل الناس برجع تاني واعيش زيهم. ربنا عايزني اعيش ازاي واتصرف ازاي في المواقف دي او مع الناس دي، ان انا اقدر ما اضعفش بسرعه او ما اقعش بسرعه. ما هو يعني نفس اللي كنا بدأناه يا أمل، يعني أنت ما تحاوليش تزنقيني في إن أنا أقول لك لايحة، يعني أو زي ما بقول روشتة، أنت لو عايزة تعملي رجيم أنت تروح للدكتور يقول لك كلي كذا ما تاكليش كذا، مش بنمشي عليك أو معي في الآخر مش بنمشي. لكن إحنا سوري، إحنا مش في حالة رجيم، إحنا بنتكلم على علاقة مع إله حي، نتكلم في حياة مسيحية. المبدأ أن الله عايزني أعيش كشبه يسوع. أوكي. ده المبدأ. الطريقة هتقولي لي إيه الطريقة بقى في كل المواقف؟ أنا مش أعرف كل المواقف، لكن أنا أعرف أنك أنت لازم تمتلئ من روح الله، أعرف أنك لازم تعيش المسيح بجد، لازم أعرف أنك أنت كلمة ربنا بتغير حياتك وتعيد صياغة حياتك، لازم أعرف أنك ليك شركة مؤمنين، عندك قيم بتعلنها في المواقف الصعبة، بتعيش، يعني هي مجموعة كبيرة من التفاصيل، وتأكد ان الله يقدر يقودك. لكن انا ما اعرفش، يعني في الموقف الفلاني نعمل كذا، في الموقف الفلاني نعمل كذا، مش هنلاقي لها دي، مش هنلاقي لها حل، مش واحد اتنين تلاتة، لكن انا مش لاقي لها. هاتي حد تاني يتكلم يقول يمكن يلاقي لها حل. انا فعلا لا، انا مش عايزة كده، لكن يعني انا عايزة بس اقول لك قبل ما نطلع فاصل، ربنا بيعذرنا لما بنقع، او بمعنى تاني يعني بيبقى غصب عننا، فاهمني؟ في مواقف بتبقى غصب عننا، احنا بنقع او بنرجع تاني او بنضطر ان احنا نتكلم بلغة العالم، يعني مش هفضل ساكتة او مش هفضل اسامح. يعني مش عارف ليه مش عايزة اوافقك قوي على كلمة نضطر دي، نتكلم بلغة العالم ونعمل تصرفات العالم، اصله ربنا هيعذرنا. لا، انت بلا عذر، يعني انت قدامك الحياه والموت قدامك. انا بقول كلام صعب انا عارف، ايوه، لكن هو صعب في تطبيقه. بس احنا قلنا كده من الاول، صعب في تطبيقه، وقلت ان الحياه صعبه. بالظبط، والاختيارات صعبه، لكن من المتعه ان الله مش عسكري مرور، بمعنى مش واقف ماسك زي الشرطي اللي يمشي على الفري واي ويقف وراك يوقفني، انت غلطت، انت عديت السرعه، انت عملت. ربنا مش كده، ربنا مش عسكري مرور ماسك ورقة وقلم في اليوم الفلاني ماهر اختار اختيار غلط، ماهر في العمل مش عارف ايه غلط. الله اكبر بكتير واعظم بكتير، والعلاقة معاه واسعة الى الدرجة اللي فيها الله فهمنا. بالظبط، يعني انا عايز اعرف تعاملات الله بقى معانا،
بالوقعات اللي بنقعها ولا تعاملاته معانا؟ ما هو يا أمل، لو هي بالوقعات ولو بالخطايا اللي احنا بنعملها ما كان لنا أن نكون موجودين الآن. كنا خلاص كنا هلكنا فعلا يعني. لكن من رحمة الله علينا أنه هو مش بيتعامل بالتفاصيل دي، هو يشوف قلب الإنسان، يشوف توجهات الإنسان، يشوف جدية الإنسان، ويشوف علاقته بيه، وفي النهاية هو بيتعامل معاه. لكن الله مش معانا بالوحدة يعني، طبعا كلامنا مش كلامي يعني، ده كلمة الله بتعلن هذا الكلام. لكن احنا عملنا كده، نلاقي واحد مشروعه فشل فأكيد عملت حاجة غلط في حياتك. ما ده تقييمنا احنا، ما ده اللي انا. لو واحد رجليه اتكسرت يبقى انت أكيد غشيت. لو مش عارف ايه يبقى انت ما دفعتش الضرائب. وكأن الله بيعاقبنا زمنيا. هو لغاية دلوقتي احنا بنفكر يعني بنفكر بالطريقة دي يعني، لو حصل حادثة مثلا ده نتيجة أفعاله، ده عياله مش عارفة ما نجحوش في حياتهم ده علشان قضية الأب والأم. في ناس ما بيجرالهمش حاجة خالص، الخطاة رقابهم سمنت والشحم زاد عليهم، كان ده كلام أساف في مزمور 73، وأنا تعبان وبعاني. في ناس ما بيجرالهمش حاجة، هل ده معنى كده إن هم قريبين من ربنا؟ لا. احنا شايفين ان هم بحسب الفكر الكتابي خطاة، لكن المقاييس المادية ليست دليل على رضا الله عني او غضب الله علي. المقاييس المادية دي النجاح والفشل وكده، عيش لله، املى قلبك بفكر المسيح، ارتبط بكلمة الكتاب وعيش. ما تقعدش بقى تحط في التفاصيل دي، انت خد قرارك، شوف بناء على إرشاد الله ليك، بناء على قيمه الموجودة في الكتاب. ربنا يدينا نعمة نقدر نعيش الحياة الصعبة دي. أعزائي المشاهدين، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. See you.
تعضيدكم لقناة الكارما يعود على حضراتكم وعلى كثيرين آخرين حول المسكونة. كن عونا لقناة الكارما واكرم الرب من مالك، فالمروي هو أيضا يروى، والمعطي المسرور يحبه الرب. اتصل الآن على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني www.alkarmatv.com أو اكتب لنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين ومستنيين تساؤلاتكم ومكالماتكم، والتليفونات هتلاقوها ظاهرة عندكم على الشاشة. معانا مداخلة دلوقتي من الأستاذ عوض، الشيخ عوض. أيوة أنا معاك. أهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك. أهلا بحضرتك. أنا بعد أقول لك يعني البرنامج مبارك خالص. شكرا حضرتك. وحضرت أستسميها، ربنا يبارككم. شكرا. البرنامج شدني من الأول، وحتى اضطريت أخرج في ربع ساعة كده ورجعت بسرعة عشان أكمل معاكم. شكرا حضرتك. معلش أنا هرجعكم لمكالمة الأخ أمجد. تفضل. والأخت أمجد، يعني هما الاثنين أسماء كده متقاربة شوية، أمجد وأمجد، عشان أمجد وأمجد يعني. تفضل حضرتك. وبرضو هتكلم على المكالمة للأخ كان قبل الفاصل. تفضل حضرتك. أمجد بيتكلم على الطريقة العملية اللي فاتتنا في الكنائس. والأخت أمجد بتتكلم على طريقة الإيمان المنتظر الرب، الواثق في الرب. والاثنين حلوين، لأن احنا فعلا في الكنائس فاتنا حاجات لازم نعلمها أو نتعلمها كتابية برضو. صح. وتساعدنا في الحياة العملية. كتير من الناس عرفوا المسيح بيحب العالم، ودي صح، لكن المسيح هيدين العالم برضو. عرفنا اللي حوالينا كلنا في تسامح، لكن في دينونة. في وقت من الأوقات هيكون في دينونة، ودينونة مش قليلة. العالم حتى اللي حوالينا كان لازم نعرفه ان في دينونة زي ما في تسامح. التسامح لما تتوب، لما ما تضربنيش، لما ما تأذنيش، لما توقف خطية، لما الإجرام يتشال من عندي. لماذا تلطمني؟ صح. احنا كنا بنتعلم من لطمك على خدك الايمن حاول. لكن في برضه المسيح نفسه، لماذا تلطمني؟ الاخت امجد، الرب يحرسني، لكن الرب اعطاني احسن معجزه ان اعطاني عقلي. انا ليا تفكير، الرب اعطاني عقل كمان، ازاي انا احرس نفسي واحرس اللي حواليا واحميهم، احمي اولادي من اي خطر، اعلمهم الصح. كل ده تفكير، وكل ده كتابي. صح. برافو عليك. الرب بيرعاني. الرب بيرعاني، انا واثق 100% ان الرب مزمور 23 ده صح 100%، ونعيشه كتابيا كمان. لكن انا في دور عليا. انا ممكن ارعى ناس زي ما حضرت القسيس بيبقى عنده رعيه في الكنيسه بيوجههم صح. وعلم اولادي الطريقه الصح الكتابيه صح. انا محتاج فيها برضه طريقه عمليه. في وقت من الاوقات ابتدوا يعلموا في مصر لا من لطمك لازم تقول له من يلطمني. حتى احنا ساعتها استغربنا وليه بتعلموا كده في مدارس الاحد، بس هم كانوا صح. انا اكتشفت ان هم صح الوقت ده، هم صح. انا الاخ اللي اتكلم وكان مشدود شويه، انا معاه 100%. صح. احنا حاسين بيكم. اوعوا تفكروا ان احنا هنا في امريكا مش حاسين بيكم، احنا حاسين وقلقانين ومشدودين، وبنصلي جامد وبنرفع صرخات، وبرضه بنتجه لطرق عمليه كتابيه ازاي انا اعيش في مجتمع تاني، ازاي لو الرب تأنف مجيئه ازاي اولادنا يعيشوا في الوسط ده وهم محميين بالرب وهم قادرين كمان
اللي يحمي نفسه. احنا بنشكرك يا حضرة الشيخ، بنشكرك على مداخلتك وربنا يباركك ويبارك حياتك. شكرا لحضرتك. يعني حتى في مدارس الأحد كان في اعتراض شوية من وقت، بس احنا ما كناش مدركين ده على ملطمك على خدك الأيمن، بس نشكر ربنا احنا ابتدينا نفهم بقى. طيب في النهاية بقى يا سيس ماهر، عايزة منك كده في الآخر، أنا عارفة أن أنت عندك كلام عايز تقوله أو زي خلاصة كده، بس عايزة نقط محددة إزاي أعيش بشخصية واحدة واحدة في حياتي العملية والله هو المظلة بتاعتها أو هو الملك على حياتي. ازاي اعيش بشخصيه واحده؟ ده النتيجه اللي هوصل لها بالظبط. اوكي، انا بس قبل ما اجاوب على السؤال ده انا عايز اعلق على الترنيمه اللي كانت في الفاصل برضو وكانت قبل المكالمه. سودي يسوع في انت حياتي. مالك عمري. سودي يسوع في حياتي. يعني عايز اقول مقوله ارجو ان احنا نحطها في بالنا كويس قوي. الله ياخذ كلامنا ماخذ الجد حتى وان كنا لا نعي ما نقول. يعني لو أنا في اجتماع صلاة وبرنم ترنيمة زي اللي احنا سمعناها دلوقتي، سودي يا يسوع في حياتي أنت مالك عمري، وأنا ما أقصدش أو بقول كده كلامي خلاص بقى، الله بيتعامل معايا أن ماهر قال سودي يا يسوع في حياتي، حاضر هسود وريني بقى، أقول له لا ده أنا كنت برنم، أنت خدت الموضوع جد. طب يعني أنا عايزة بقى أسأل يعني أنا عايزة أقول خطورة قبل ما تكمل الجزء ده، عايزة أسألك أنا لما يعني في ناس كتير بترنم وتبقى مفعل، بس الكلام فعلا أوقات كتير مش بنبقى مركزين فيه، هو ربنا بياخد الإحساس اللي جوه، يعني أنا إحساسي طالع زي ولا مجرد كلام بقوله. لكن عايز أقول لما أنا واقف في محضر الله وبقول أبانا الذي في السماوات، عشان ما أقولش حاجة، أنا بدعو الله، أنا بدعو. طب أنت عندك استعداد ربنا يجاوبك؟ يقول لك نعم، بتندهني، عايز حاجة؟ عندك سعادة؟ أنا لو سمعتها هتخض، أقول له لا ده أنا بقولها زي كل يوم الصبح يعني، ولا كل يوم بالليل أو في نهاية الاجتماع. ده أنا بقول أبانا الذي، أنت خدت الموضوع جد، أنت جيت لي بجد. ده اللي عايز أقوله. من ضمن الأدوات اللي أنت عايزاني أقولها في الختام، إزاي خد الموضوع بجد، مش هنقعد نهزر. لو أنت وقعت في اجتماع صلاة وبترنم تقول له سودي يا يسوع في حياتي، تبقى أنت تعني ما تقول، يعني فعلا تخلي يسوع يسود في حياتك، مش تعني ما تقول، مش ترنيمه وتعدي ووعظه وتعدي وقراءه كتاب وتعدي، لا انت واخد الموضوع بجد. فيعني انا بس بقول خطوره كده، لان انا كنت برنم مع الترنيمه دي، فانا حسيت بخطوره، يعني انه انا بطلب من ربنا ان هو يكون القائد بتاع عمري. ايه ده ماهر، انت عمرك ايه؟ انت عمرك مش بس هو الكنيسه، انت عمرك في حاجات تانية كتير قوي. فعايزه بس اقول ملحوظه، نخلي بالنا من كلماتنا واحنا، لان الله بيتعامل معانا بجد. طيب قبل ما هندخل على النقط اللي انت هتقولها، في مداخلة من مدام مديحة من كاليفورنيا. ألو، أهلا بحضرتك. أيوة مساء الخير. مساء الخير. أهلا بحضرتك. ربي يسوع معاكم. مرسي. مبروك يا أمل. مرسي يا تنهاجة. مرسي معاكم. مرسي لحضرتك. مرسي وربنا يبارك. مرسي. ربنا يبارككم. أنا قريت على الشاشة العنوان بتاع الحلقة، مكتوب الله فين من حياتنا العملية. مظبوط. أنا بسأل الله هو اللي فين من حياتنا العمليه، ولا احنا اللي فين حياتنا العمليه؟ برافو عليك، برافو عليك. هو ده المعنى في بطن الشعر، هو كلامك صح. ضربته مثل يوسف وكان ازاي في طريقه ناجح، من ان الله كان معاه. فالله هو اللي فين ولا احنا اللي فين؟ هو الحقيقه احنا اللي فين. شكرا شكرا لحضرتك وربنا يبارك ويبارك حياتك. مرسي لدخلتك. احنا اللي فين؟ ده بالظبط بالظبط، ما هو كل كلامنا كده يعني. هو كل كلامنا مش بندور على الله، لكن احنا بندور بس احنا بقينا حياتنا العمليه وفصلنا الله. فيعني عايز ان احنا يعني هقول حاجتين، حاجه طويله شويه وحاجه قصيره خالص. القصيره دي اللي هي اللي هقولها دلوقتي. اوكي. تعالوا نفكر بطريقه مختلفه حياه المسيح في المجتمع. ليه اخترنا وظائف معينة وقلنا عليها دي وظائف تنفع نشتغل فيها، أما الوظائف ينفعش نشتغل فيها؟ أنا نفسي أشوف، بتكلم بقى باللغة العربية، ما بتكلمش على نفسي أشوف مخرج مسرحي مسيحي مؤمن. كلمة مسيحي أقصد مؤمن، دي علاقة بربنا. معروف في المجتمع. نفسي أشوف عضو مجلس إدارة لنادي، أو رئيس مجلس إدارة نادي مسيحي
مؤمن. طبعا هيقولوا بقى اصل احنا مضطهدين وان احنا قله. لا احنا انعزلنا من زمان. احنا الان ننتج، احنا اللي عزلنا نفسنا، ننتج بنجني ثمار ما زرعناه من قرون، مش من سنين، من قرون. بس انا بتكلم، تعالوا نعيد الفكر. انا كنت اتمنى وانا بعد ما خلصت ثانويه عامه اقدم في معهد السينما. القاده بتوعي في الكنيسه، القاده في الكنيسه عندي لموني بشده غير عادي، ازاي افكر بالطريقه دي؟ انت مؤمن. وانا كنت بفكر لاني مؤمن عايز اكون في المجال ده. ده اللي بتكلم عليه. ليه ما نكونش في المجتمع؟ ليه ما نقولش النور اللي فينا والمسيح اللي فينا والملح اللي فينا؟ ليه ما يكونش في المجتمع بكل اطيافه، بكل فئاته؟ ودورك انك تعيش للمسيح، مش تيجي تقول لي الحرب هتبقى اصعب. طبعا طبعا، بس هي دي الحياه. آسف هرجع تاني وأقولها، أنا قلتها في حلقة سابقة وأكيد المشاهدين دلوقتي هيفتكروني بيها. إحنا عايزين نعيش جوه أديورة. أسهل. مش عايز حد يقرب مني عشان أعرف أعيش لربنا. طب ما طبعا هتعيش لربنا وأنت جوه الدير. لكن الأصعب إنك تعيش لربنا وأنت في وسط الاحتكاكات اليومية. أما اللي أنا عايز أختم بيه بقى وأقوله، إحنا عندنا مشكلة كبيرة قوي ما بين صح وغلط، حلال وحرام، نعمل وما بنعملش. ونتمنى في يوم من الايام ان حد يدينا شريعه ويقول لنا ماهر خد الليسته دي امشي بيها هتطمن قوي، ناموس نمشي عليه. الشارع اللي جاي تخش يمين، لما تصحى من النوم تعمل كذا، تروح الشغل تعمل كذا، ده خلاص. ويوم مغلب اتصل بحد يديني فتوى، ده صح ولا غلط، اشتغل هنا ولا ما اشتغلش هنا. للاسف المسيح زي ما قلت في كل الحلقه ما عطناش شريعه نمشي عليها بطريقه، لكن اعطانا قيم، اعطانا مبادئ، اعطانا شخصه عشان نقدر نعيش زيه. لكن في بعض المبادئ لازم نحطها قدام عينينا وانا بختار. اول مبدا عشان قربنا نختم، المسيحيه، الحريه المسيحيه ترفض المظاهر، ترفض المظاهر وتاخذ بالاتجاه. المسيح بيلوم بشده كل اللي عملوه الفريسيين والكتبة، إنكم تعشرون الشبس والنعنع وتتركون أثقل الوصايا. ويل لكم أنكم من الخارج قبور مبيضة، من الداخل ويل لكم إن كنتم تنقون خارج الكأس أما داخل الكأس. وهكذا إحنا يهمنا المظهر، إحنا بنعمل نفس الحاجة طريقة تانية. أقول لك بصراحة، عايز تعيش حرية مسيحية مش فارق معايا أنت فين تشتغل، فين فارق معايا بتعمل إيه، فارق معايا أنت مين، قلبك فين، حياتك فين. مش فارق معايا أنت عندك كم في البنك، لكن وانت بتحط فلوس في البنك عشان مستقبل أولادك أنت اتجاهك إيه؟ معتمد على قوة الله، مش قلبك ولا كنزك في الفلوس دي. مش فارق معايا بتدفع عشور قد إيه، لكن بتدفعهم زي الست اللي اعطت من اعوازها. الاتجاه مش المظهر. مش المظهر ده اول مبدا. مبدا الثاني، الحريه المسيحيه بتفرق ما بين الشيء واستخدامه. يعني انا لو جيت قلت لحضرتك السكينه صح ولا غلط؟ مش صح ومش غلط على حسب استخدامها. التلفزيون صح ولا غلط؟ السينما صح ولا غلط؟ نفس الحكايه. المسرح، وهخش لك بقى ماتشات الكوره، هخش بقى في كل التفريعات. المشكله مش في الشيء، المشكله في استخدام الشيء. الحريه المسيحيه تفرق جامد بين الامر ده. بمعنى ايه؟ طلع التلفزيون الراديو في زمان، الراديو ترانزستور بقى، قالوا الشيطان يتكلم، الشيطان ناطق. ايوه، فتجنبوا الشيطان، حاربوا الشيطان. لما طلع التلفزيون في بدايه في الستينيات والسبعينيات في مصر، قالوا الشيطان في البيت، ما تشتروش، ما تدخلوش الشيطان في البيت. ولغايه وقت قريب في ناس مش بتجيب تلفزيون. طيب لامتى هنفضل نجري ورا الحاجات؟ دلوقتي في ناس مش عارفه تعمل ايه في الكمبيوتر، وفي ناس حولت شاشة الكمبيوتر إلى تيونر
تلفزيون بتتحايل على الموقف لانه مش هتجيب تلفزيون لكن هتجيب شاشه. ليه اللغط ده كله؟ لا وعايزه اقول في الحالتين سواء تلفزيون ولا كمبيوتر انت ممكن تشوف فيهم حاجات دينيه سواء الكمبيوتر او تلفزيون برضو ممكن برضو تشوف فيهم حاجات يا أمل ما هي نفس اللغه. ما انا ممكن اتفرج على حاجات دينيه. لا يا انا مش بتكلم، انا بتكلم عن مبدا اكبر من كده بكتير. بتستخدم الحاجات دي ازاي؟ ده انت ممكن تستخدم الكتاب المقدس يهدك، بيطلع منه ايات غلط، بتقرا غلط، ده يهدك أكتر. الحاجة الفرق يا مؤمن، الحرية المسيحية عطياك ضمير واسع. فرق ما بين الشيء، مش كلمة طب هتعمل إيه في الإنترنت، هتعمل إيه في الفيسبوك، هتعمل إيه في التليفون المحمول، هتعمل إيه في التليفون أبو كاميرتين، هتعمل إيه هتعمل إيه هتعمل إيه، مش هنخلص، مش ملاحقين. يبقى الضابط جواك استخدام الشيء. بولس كان بيصلي لكنيسة فيليبي لكي تميزوا في الأمور المتخالفة. ضابط جواك، القضية مش في الشيء، كيف تميز أنت حضرتك. ده مبدأ تاني. المبدأ الثالث، الحرية المسيحية ليست حرية بلا ضوابط. إحنا كلمة حرية زي اللي بيحصل في مصر دلوقتي، كل واحد يعمل اللي هو عايزه، يفتكر دي الحرية. الحرية ليها ضابط. الحرية تنتهي، مش حرية مطلقة، حرية مسؤولة. حرية مسؤولة، إيه الحرية المسؤولة بقى؟ اللي قاله بولس الرسول. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء توافق. أدي ضابط. كل الأشياء تحل لي، لكن ليس كل الأشياء تبني. كل الأشياء تحل لي، ولكن لا يتسلط علي شيء. حط فريم. إذن الحرية، أنت اعمل اللي أنت عايزه، اختار زي ما أنت عايز، عيش في المجتمع واعمل اللي أنت عايزه، بس هناك ضوابط. أوعى تفتكر إن العملية واسعة. الحاجة الرابعة، الحرية المسيحية تعطيك ما يقول لضميرك، ما يسمح به ضميرك. يا ماهر ده تتخرف يعني ضميري كده، أنا مستريح لأي حاجة أعملها والكلام ده مش كلامي. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. هو اللي مولاه يأكل أو لا يأكل، هو ميزان نفسه يعني. ضميرك لازم تكون هذا الضمير متربي بالروح القدس. أيوه هي الفكرة دي، لأن في ناس ضميرها ميت، مفيش ضميرك ضمير. بيتشكل بكلمة ربنا. لما يكون ضميرك بيتشكل بكلمة ربنا، صبت. ضميرك بينقاد بالروح القدس. أنا متأكد ما تستريح لي أنك تعمله اعمله، ملك جعب الناس. ملك جعب الناس، شوف الجراءة اللي أنا بتكلم بيها. لكن احنا عايزين قوالب. نشرب شويه خمره كده كده اهو. لا انت كده خلاص عديت. ايه السذاجه الروحيه اللي احنا فيها دي؟ هنقعد نحط مقاييس؟ انت شايف ضميرك مش مستريح، ابعد، اقطع، ما تتعاملش. طالما ضميرك مش مستريح، ضميرك مستريح، ضميرك ده جاي منين؟ ان الضمير ده موضوع، الضمير ده قصه. في 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 الضمير الفردي والضمير الجمعي هنتكلم فيه بعد. ده موضوع عشان انا سمعته منك قبل كده وعجبني. بس انت عايزاني اجي تاني؟ مش لازم الحلقه اللي جايه. طب ماشي تحت امرك. لكن انا بتكلم على ضمير المسيحي اللي بيتشكل بالروح القدس. ما يستريح لي ضميرك اعمله. الحاجه الاخيره الخامسه، الحريه المسيحيه بتقول لك احترم الآخر. يعني ايه احترم الآخر؟ يعني لا تعسر أخوك. مش أعمل ولا ما أعملش. وهنا يخليني أقف قدام كلمة مفهوم العصر. أيوه مفهوم العصر للأسف احنا ظالمينه برضو. يعني انت لو شفتيني لابس نظارة ذهب، يا ماهر ده ازاي انت خادم وتلبس نظاره ذهب؟ دي مش ذهب على فكره، دي نظاره بربع جنيه. او ان انا مش هركب عربيه مش عارف ايه لالا اعسر اخواتي. انا مش هاكل، لا انا مش هقف مع دي لالا اعسر اخواتي. انا بقى عايز اجيب امثله مختلفه. ده مش العصر. مفهوم العصر غير كده خالص. بولس الرسول لما اتكلم في كرونسوس، ان كان اكل اللحم يعسر اخي فلن اكل لحمي الابد، لازم نرجع لكلمة عصرة والموقف اللي قاله بولس الرسول. العصرة إن أنا أخلي أخويا يعمل حاجة ضميره مش مستريح لها. أوكي، إن أنا أخليه ياكل اللحمة. أقول له أنا أجي أقول له إيه؟ أقول له
لحمة إيه اللي أنت خايف منها؟ يا ابني مفيش حاجة اسمها وسل، كل لحمة. بس هو ضميره مش سامح له وخليته ياكل. أنا كده أعصرت أخويا، أنا وقعت أخويا، وقعت أخويا في الحفر. رغم إن أكل اللحم ممكن يكونش غلط، بس هو ضميره مش سامح له. شوفوا درجة حساسية بولس الرسول عشان عالج مشكلة ما ذبح الأوثان في كرونسوس. أخويا أهم، الآخر أهم، مش أنا، مش بفكر في نفسي. وقتها لو أنا بفكر بكل المبادئ دي أنا مش خاف أعمل حاجة. بالظبط. لو أنا عندي قيمة معرفة الله وجدية معرفة الله أنا مش أخاف من حاجة. لو أنا برتبط بكلمة ربنا وكلمة ربنا بتشكل حياتي أنا مش أخاف، لأن أنا بتغذى صح. هنا أقدر أقول أعيش بشخصية واحدة، هي دي النقطة. ما أفعله جوه الكنيسة هفعله بره الكنيسة. مش أخاف من المجتمع، لكن أنا هروح للمجتمع لأصعب المواقع فيه وهعيش، لأنها هتطلب مني مجهود أكتر، وأنا تبع المسيح. الموضوع مش كيمياء. لكن للأسف هرجع تاني الأول كلمة قلناها يا أمل، الكنيسة علمتنا غلط. ده صحيح، حطت لنا إطار خطأ. لا، وكمان أنا بغذي عقلي وضميري إزاي طول السنين دي. فهي دي النقطة، هي دي اللي بتشكل قراراتي، هي دي اللي بتخليني ربنا في حياتي أو مش في حياتي، هي دي اللي بتخليني يعني أخد قرار أنا مع ربنا، حياتي مع ربنا ولا لا. وعايز أختم بكلمة، هختم بخلاص بجد. لا، هو في مداخلة بس قبل ما طيب تختم. أوكي. أو تحب تختم وناخد المداخلة دي؟ لا ناخد المداخلة وهقولها. طيب. جملة. في معانا ماريا من كاليفورنيا. أهلا، أهلا بيكي. اهلا بيكي يا مدام امل. اهلا بحضرتك. واهلا بالقسيس ماهر. اهلا بيكي، ربنا يبارككم. والحلقه كلها جميله جدا جدا جدا، يعني فوق ده. انت اللي عينيكي وودنك حلوين، ربنا يبارك. شكرا 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 لتشجيعك، شكرا لحضرتك. حضرتك شاركينا عشان وانا يعني بصراحه شعره ان الايمان المسيحي مبسط جدا جدا، ما فيهوش اي تعقيدات. ربنا يبارك. والشرح كله يعني كله بسيط، يعني علاقه الانسان بربنا علاقه بسيطه وجميله جدا، ما فيهاش اي خوف. بالظبط، ما فيهاش خوف. شكرا. اي يعني نوع من الاحكام. بالظبط بالظبط. فيها حاجة كمان، إن يقول لك في آية كده في مزمور، يقول في متى تقريبا، بيقول الرب يعلن سره للبسطاء. يعني الرب عايز إن الإنسان يكون بسيط ويكون بسيط بس مش ساذج. يعني حياته كلها يكون فعلا عايش في المسيح والمسيح عايش فيه. لما نكون المسيح عايش مع الإنسان الرب بيبقى محوط عليه من كل حته. يعني انا عايزه اقول لك على حاجه، مثلا انا امبارح كنت في الشغل والرب بالليل، يعني شغلي بالليل، الرب حط على قلبي ترنيمه انت مالك عمري. ففعلا الرب عشان يقول لي، يعني انا سمعتها اتقالت دلوقتي. يعني دي ربنا بساطة. بيشجعك، ربنا بيشجعك فعلا. ربنا يبارك. آية وانا رايحة الشغل بالليل قلت يا رب، ارفع عيني في السماء كده بقول له يا رب اخترت ان اكون بوابة بيتك ولا سفنة مع العالم الشرير. لقيت بفتح الانجيل فعلا لقيت الآية قدامي. يعني الرب يقول انا معاكي، انا معاكي، انا عايشة وحدي بس انا ما بقولش للناس عايشة وحدي، بقول يسوع معايا. امين يا رب. احنا أمين. شكرا لحضرتك وربنا يباركك ويبارك حياتك. شكرا على مداخلتك، ربنا يباركك، شجعتينا. شكرا. اتفضل اتفضل يا استاذ ماهر. يعني كويس ان انا اجلت الجمله دي. أيوة. بعد المداخله. طيب. لان التعبير رائع، يعني فكره ان الحياه المسيحيه بسيطه احنا كلكعناها واحنا العقدنا. بالظبط. لكن قدام كده التعليق الختام اللي عايز اقوله، هي بسيطه الحياه ولكن خلي بالك العمليه صعبه قوي. عزيزي المشاهد، سامحني ان اقول الحياه المسيحيه صعبة جدا وعايزة مننا انتباه وتركيز في العلاقة مع الله والعلاقة مع الآخر. تركيز في كل كلمة بنقولها، في كل وقت بنقضيه. ربنا يدينا نعمة فعلا ان احنا ناخد العملية بمأخذ الجد.
الحياة المسيحية صعبة. هي حرب وربنا يدينا نعمة وحكمة. أسيس ماهر بجد أنا بشكرك من كل قلبي. شكرا لك. وبصلي إن رضيتوا تستضيفوني في الحلقة. لا ده أنت نورتنا وفي أول حلقة في برنامجنا يعني أنا أصريت وإن أنت تكون موجود شكرا عشان شكرا. يعني ده تشجيع لي أنا شخصيا. أنا بشكر حضرتك جدا وربنا يباركك ويبارك حياتك وخدمتك وتكون سبب بركة في كنيستك وفي أمريكا كلها. ربنا يخليك. شكرا. أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا بحب أقول لكم إن أنت تجعل يسوع ملك على حياتك. ما تخافش، هو اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها جميعها تزاد لكم. قال أنا هو الطريق والحق والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. يعني أنت لو خسرت كتير، لو حصل لك حاجة عشان أنت مع ربنا، لا هو بيحييك، هو بيحييك معاه الحياة الأبدية. احنا بنشكركم في أول حلقة ليكم، بنشكركم على مداخلاتكم وعلى صلواتكم وعايزين كمان صلواتكم من أجل البرنامج ومن أجل حلقاتنا كل يوم خميس. وشكرا لمتابعتكم لينا، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ومن الحياة.